مشاهدينا الكرام، أهلا بكم في حلقة اليوم من برنامج مصر إلى أين، أبحث مع ضيوفي في الأستوديو هذه المظاهرات التي خرجت اليوم ضد رئيس الجمهورية وضد جماعة الإخوان المسلمين وضد حزب الحرية والعدالة الذي يمثل هذه الجماعة. صحيح أن أعداد المتظاهرين لم تصل إلى التوقعات التي تحدث عنها منظمو هذه المظاهرات، ولكنها تبقى علامة اعتراض من جانب بعض الشخصيات والقوى السياسية احتجاجا على ما تسميه بأخوانة مؤسسات الدولة، وتنادي بتقنين وضع جماعة الإخوان المسلمين أو حل هذه الجماعة، إلى جانب مطالب أخرى سوف نتعرف عليها أثناء الحلقة. أرحب في الأستوديو بداية الأستاذ إبراهيم السعيد، أحد منظمي مظاهرات اليوم، الأستاذ علي خفاجي، أمين شباب حزب الحرية والعدالة، وأرحب أيضا بالصحفي سلامة عبد الحميد. أهلا بكم جميعا وكل عام وأنتم بخير. أبدأ بالأستاذ إبراهيم السعيد. طبعا نحن لدينا قائمة طويلة من أهداف هذه المظاهرات التي خرجت اليوم، هل يمكن أن تجملها لنا في جمل بسيطة لو سمحت؟ أتمنى أن أتكلم عنها. خرجت ليه؟ أنا مش دعوة بالأهداف اللي مع سعادتك. أنا خرجت عشان ما أقولش لسيادة الرئيس محمد مرسي إن هو يرحل، لأن لو أنا طالع إن أنا أطالب إن محمد مرسي يرحل يبقى أنا آسف، ما ينفعش أبقى مواطن مصري. لو أنا كنت مؤيد شفيق فسيادة الفريق شفيق قال السيد الرئيس محمد مرسي فهو معترف بيه، وأنا كمان كمصري معترف بيه. ما دام معترف بالديمقراطية معترف بالقضاء المصري يبقى أنا غصب عني إن أنا معترف بمحمد مرسي رئيس الجمهورية. طيب لماذا خرجت؟ إحنا خرجت أو أنا خرجت لسبب واحد، هو الإبقاء على الدستور المكمل، خوفا من بعض الحاجات اللي بدأت تحصل في الدولة مش مظبوطة. تاني حاجة عدم أخوانة مؤسسات الدولة. تالت حاجة وده أهم جدا، خايف أوصل لفتنة بيني وبين أخويا. أنا مش عارف سيادتك بنتكلم إخوان سلفيين مش عارف مين يا جماعة. لا احنا تحت عالم واحد، هو عالم مصر. هندي باكستاني خارج الجنسية المصرية، احنا تحت عالم مصر. مفيش حاجة اسمها اخوان، مفيش حاجة اسمها سلفيين. في الاول في الاخر احنا تحت هذا العلم، هو العلم المصري. انا خارج عشان اقول ليه في تاني يا جماعة، في تاني ما ينفعش عدم اخوانة مؤسسة الدولة. علشان انا راجل، انا زعلان ان عالم الاخوان يتحط جنب عالم مصر. انا اسف، هو عالم واحد، هو العالم المصري. ما عنديش استعداد لما اتفرج على العراق الاقي عالم الاكراد وعالم الشيعة وعالم الصدرية. لا، الاخوان، هو الاخوان ده ايه، هندي ولا مصري؟ بالعكس، ده اخويا، اخوان اخويا. يعني انا لو شفت واحد دلوقتي بيضرب المصري ده اي كان، بعد ما قبل ما ادافع عنه اقول له انت اخوان ولا سلفي؟ لا، ده مصري. هقول له انت بتعمل ايه؟ ده انا هقتله. طيب انا مش رايح عشان انا كاره الاخوان، انا رايح عشان اقول يا جماعه عيب. يا سياده الرئيس محمد مرسي، بقولها يا سياده الرئيس محمد مرسي، احنا بلد دوله. في فرق بين سيادتك كنت رئيس حزب الحريه والعداله، انت دلوقتي رئيس كل المصريين. اتمنى ان انتظارك ان هو رئيس كل المصريين. هل اثبت الدكتور محمد مرسي انه ليس رئيسا لكل المصريين؟ والله اللي فات بيقول كده، ده اللي خلاني اطلع النهارده اللي فات. انت تدافع عن الطوائف والمختلفه في مصر، هل احسست من جماعه الاخوان المسلمين او السلفيين رايا غير رايك؟ تمام، حصل بدليل ان هم، بص، سياده الرئيس محمد مرسي، بقولها عشان ده سياده الرئيس محمد مرسي. عشان كده انا ما بطلبش حد يقول للرئيس المخلوع برضه سياده الرئيس حسني مبارك انه كان رئيس. تمام، انا احترم اي حد جه على رأس الدولة المصرية، لأن والدي الله يرحمه علمني كده. يعني أنا سعادتك اتعلمت إن دايما وفي الدين بتاعنا. طيب ما الذي ظهر لك من أخوانة مؤسسات الدولة؟ كتير أوي أوي. طيب نقولهم، نقول ثلاثة أربعة اتنين. أولا أنا عارف اختيار الوزراء جه إزاي. تمام، اختيار الوزراء جه بطريقة غير، يعني أنا عارف إن الرقابة الإدارية اعترضت على ناس كتير، لكن هو أصر على شخصيات بعينها إخوانية تبقى في الوزارة. الحاجة الثانية،
يعني مع احترامنا لغزة غزة اخواتنا، بس في دايما في مثل دارج بيقول انا واخويا على ابن عمي وانا ابن عمي على جنبي. ده اكيد اتمنى ان انا في مصر او اعيش حريتي، اشوف نفسي عاوز ايه، اخلص اعمل اكتفائي وانا اقطع من لحمي واديه لاخويا تاني. طيب انت شايف انه وجود شخصيات اخوانيه في الحكومه في مؤسسات الدوله نذير باخوانه كل مؤسسات الدوله؟ هسال سعادتك سؤال المره دي، انا هسال سعادتك سؤال عبد الجواد بيه. خرج سياده الرئيس محمد مرسي، خرج حوالي دلوقتي 1000 او 1500 واحد، معظمها جامعات اسلاميه ومعظمها طبعا انت عارف ان كل حاجه خرجت من رحم الاخوان، هنقول معظمهم اسلاميين تمام. وطبعا منهم اخو المدام بتاعته اللي هو كان في قضيه رشوه ورجعوا شغله ورقاه، ده انا زي ما سمعت طبعا. ما حسيتش ان في حد تاني خرج كان رايبياري كان، انت تقصد اللي هو عفى عنهم الرئيس، عفو رئاسي. عفو رئاسي نعم. تمام. يعني كان في ناس اتمنى كانوا يخرجوا تاني، كنت اتمنى زمان الشيخ الشعراوي. طيب هل تتذكر ان من بين هؤلاء فقط 20 ينتمون الى جماعه الاخوان المسلمين؟ ابو عقرب ده ايه مثلا؟ الجماعه اللي هم الجماعه اللي خرجوا الى 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 الجماعات الاسلاميه. انا عارفهم بالاسم. المشكله ما هم الجماعات الاسلاميه. طيب. بص يا فندم، اي جماعه خرجت هي خرجت من رحم الاخوان، ولما تيجي تتكلم اقول لك احنا اصل احنا كان وحش وخرجناه، ما ايمن الظواهري كان اخوان يا جماعه. طيب واللي هو زعيم القاعده دلوقتي، احنا نقدر ننكر بهذا؟ طيب ننكر ايمن الظواهري كان اخوان؟ الاستاذ علي خفاجي مستعد للرد، ولكن اسمح لي اتوجه الى الاستاذ سلام عبد الحميد الكاتب الصحفي. هل تعتقد ان هذه الاهداف التي تحدث عنها المتظاهرون وانهم خرجوا من اجلها او المناداه ببعض الاهداف الخاصه بجماعه الاخوان المسلمين، هل وأنت صحفي هل تعتقد أنها ترتكز إلى مطلب أو مطالب شعبية يمكن اعتبارها يعني تمثل قطاع كبير من المجتمع؟ مبدئيا لو أنها تمثل قطاع كبير من المجتمع لشهدنا مئات الآلاف في الشارع، وهذا لم يحدث. الإشكالية الأكبر أنه الإخوة اللي خرجوا النهاردة، يعني مش عايز أقول بيضحكوا على نفسهم، لكن دي الحقيقة. الحقيقة أنهم بيصدروا لينا كمواطنين، أنا دلوقتي بتكلم كمواطن مش كصحفي، كمواطنين بيصدروا لنا معلومات مغلوطة للأسف إحنا نفسنا مش شايفينها صحيحة. هم الأستاذ إبراهيم بيقول إن هم خرجوا خوفا من أخوانة الدولة، وإن هم خرجوا معترفين برئيس الدولة، بعيدا بقى عن كونه إخواني أو غير إخواني. هو الآن السيد الرئيس محمد مرسي رئيس طيب. جمهورية مصر العربية طيب. بعيدا عن انتمائه الشخصي، لكن الهتافات اليوم في المظاهرات ما قالتش خالص اللي كان بيقوله الأستاذ إبراهيم. الهتافات اليوم في المظاهرات اللي أنا سمعتها بودني كانت تدعو إلى إسقاط الرئيس، كانت تدعو إلى رحيل الرئيس. بعض الهتافات المتجاوزة دعت المجلس العسكري أو الجيش المصري إلى الانقلاب، ربما تكون دعوات فردية أو شخصية، لكن في النهاية هم محسوبون على المظاهرة، في النهاية هم ينتمون إلى هذه المظاهرة. أنا كمواطن يهمني في المقام الأول أن تستقر البلاد، لأني أريد أن أعيش. المظاهرات اليوم لها كل الاحترام، وأنا شخصيا أدافع عنهم لو أن أحدا تصدى لهم، لكن كلنا يشعر أن مصر حدث فيها تغيير عدا من خرجوا اليوم. هم يشعرون ان مصر تعود الى الخلف. استاذ ابراهيم تقدر عدد من خرج اليوم؟ لا هو خرج كتير. هو الكارثه يعني الكارثه الحقيقيه لا لا يا فندم 1000 ايه؟ لا لا سيادتك كانت صوره دلوقتي على القصر الجمهوري، اللي ما كانش اكتر من نص مليون قصاد القصر الجمهوري دلوقتي انا هخرج من المقر. اللي ما كانش اكتر من نص جمهوري. طب اقول لسعادتك حاجه، اقول لك معلومه، اقول لك معلومه بس، اقول لك معلومه. حصل اخراق، بص اغلاق تام لجميع الطرق، وانت سيادتك حسيت بكده دم حجز. بص سعادتك اغراق كام وكل الصحفيين موجود امام السيارات، امام السيارات وليس امام يعني هم جايين ماشي يا فندم من من بلدهم. يستطيع من يشارك انه يركن عربيته في اي وده حته، بس في ناس سعادتك مشيت النهارده. هل منع هل منع احد؟ ده في ناس مشيت 150 كيلو يا فندم، في ناس النهارده مشيت 150 كيلو. من فين؟ من اسكندريه تقريبا، من بنها يا فندم، ناس جايين من بنها ماشي. يعني منعوهم من بنها؟ اقسم بالله، اقسم بالله. ده بقول لسعادتك حاجه، المشكله مش اولا بنها الى 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 مدينه نصر 50 كيلو بالكثير، 60 كيلو بس ما يعديش ال 50 كيلو. يعني بص قول لسعادتك حاجه. طيب تجاوزها بس قول لسعادتك حاجه. طب قول لي انت رقم بكم؟ نصف مليون.
نصف مليون. نحن طيب. لا نحن لا نقيس المظاهرات بالعدد ابدا. بس انا هم يعبرون على سلام الاستاذ سلام، احنا ما حدش بيضحك على نفسه. وانا لما جيت طيب لا هيجي لك وقت البرنامج طويل يسمح لك بالرد في اي وقت. انا معهم في التظاهر لانه هو حق، نحن اكتسبنا هذا الحق بالدماء، لا احد يمنع اي متظاهر ايا كان رايه. انا لو انا شخصيا لم اشارك، كنت مشارك كصحفي بغطي، لكن لو انه تم الاعتداء عليهم كنت هكون في الصف الاول ادافع عنهم رغم اني مختلف مع اهدافهم. لكن يعني دعني اكرر مجددا انه مصر حدث فيها تغيير، هؤلاء الذين خرجوا لا يشعرون انه حدث تغيير. يا سيدي الفاضل، نحن نخرج في مظاهرات منذ 2003 تقريبا، مظاهرات منظمة وليست مظاهرات فئوية كما يقولون. كل مرة لو كنا 50 أو 100 حتى كان يحيطنا جيش من الأمن المركزي. اليوم لم يتعرض أحد، وهذه مشاهدات شخصية، لم يتعرض أحد للإخوة الذين خرجوا اليوم، وهذا تغير محمود لابد أن نشيد به. دعني من الأهداف التي خرجوا من أجلها هم وأهدافهم، سواء اتفقت أو اختلفت معها. أنا شخصيا أتفق مع بعض هذه الأهداف وأعترض على بعضها الآخر، وأجد أن بعض هذه الأهداف التي تحدثون عنها يمكن تحقيقها بطرق أخرى تماما غير التظاهر، وإن كان التظاهر حق. هم يطالبون مثلا بحل بتقنين وضع جماعة الإخوان المسلمين، وأنا متفق معهم في هذه النقطة. لماذا يا سيدي الفاضل لم تقدموا بلاغات ضد جماعة الإخوان المسلمين ككيان؟ أنا أيضا أرى أنه غير قانوني أو غير شرعي، ولكن أن يسمعوا صوتهم للشارع وللناس وللمسؤولين. هذا يمكنك أيضا أن تسمع صوتك في المحكمة وببلاغ للنائب العام وبالنشر في الإعلام وببيانات صحفية طيب. وإعلامية. طيب أتحول أستاذ علي خفاجة أمين الشباب حزب الحرية والعدالة، ألا تعتقد أن خروج مثل هذه المظاهرة يمكن اعتباره تنفيسا عن ضيق أصاب الجمهور المصري من ممارسات الإخوان، بدءا من مجلس الشعب والأداء الذي لم يعجب كثيرين، إلى ما يقال الآن عن أن الإخوان بسبيلهم إلى الاستيلاء على كل السلطات في البلاد وتوجيه هذه المؤسسات اللي لم يكن أخوانتها، توجيهها بشكل يخدم غرض الإخوان؟ يعني بسم الله الرحمن الرحيم، هو فعلا تنفيس، يعني هي مظاهرات النهاردة زي ما حضرتك قلت في التعبير الأولاني، لكن خلينا نقر مبادئ في الحوار عشان يبقى احنا المشاهد ما يبقاش يعني ما نحسش ان احنا في صراع. كلنا متفقين ان الثورة قامت عشان العيش والحرية والعدالة الاجتماعية والكرامة الإنسانية، فحق التظاهر مكفول للجميع، دي نقطة من أول السطر. نبدأ بقى نتكلم على المطالب اللي ظهرت النهاردة والمطالبات والدعوات اللي اليوم لثورة 24 أغسطس و 25 أغسطس. في بداية الأمر المطالب لم يتفق عليها اثنين، يعني النهاردة وسائل الإعلام معظمنا تابع النهاردة وسائل الإعلام تقريبا ما كانش وراهم حاجة غير كاميرا في ميدان التحرير وكاميرا عند المنصة وكاميرا عند القصر الجمهوري. تقريبا كل وسائل الإعلام جايبة الموضوع، ما فيش اتنين اتفقوا على مطالب واحدة، ما فيش حد قال نفس مطالب اللي جنبه، كل واحد كان بمطالب مختلفة. والأستاذ إبراهيم بيقول برضو مطالب مختلفة تماما عن اللي دعا عليها المظاهرة محمد أبو حامد أو غيره. فتقريبا ما فيش مطالب واضحة. بدأت بحصار مقرات حزب الحرية والعدالة وجماعة الإخوان المسلمين لحين إسقاط الجماعة ولحين إسقاط حزب الحرية والعدالة، وكان في بداية الأمر، ولكن في بداية الأمر لم ينفذ شيء. خلينا أقول الترتيب بتاعه. بدأ بحصار مقرات وحصار القصر الجمهوري حتى إسقاط رئيس الدكتور محمد مرسي، ثم تقنن الوضع، قالوا لا إحنا مش هنروح عند مقرات حزب الحرية والعدالة، هنروح بس عند القصر الجمهوري ووزارة الدفاع. ثم تقنن الوضع إلى إن إحنا نعمل مظاهرة عند المنصة اللي حضرها النهاردة حوالي 300 واحد، وبعدين راحوا من 300 ضموا على 300 كمان في العباسية ووصلوا عند القصر الجمهوري، بسم الله ما شاء الله كانوا حوالي 600 واحد. فيعني كان الوضع بهذا الشكل. أنا ما بقولش أبدا على حجمها أو النص مليون الأخ إبراهيم، ولا 100,000 كيلو اللي هم جم، ولا قصدي 150 كيلو، أنا ما بتكلمش خالص على كل هذه الكلام. أيا كان العدد بتاعهم 500 100، ليهم الحق ان هم يتظاهروا، ليهم حق ان هم يطلعوا يقولوا مطالب، لكن كيف اتظاهر وكيف اطالب بمطالب يعقلها الناس عشان تخرج معايا؟
هو لو اقنعني بالمناسبه انا هنزل معاه، لو اقنعني بالمظاهره اللي هو نازل بيها والثوره اللي عاملها محمد ابو حامد وغيره انا هنزل معاه، لو مطالب مقنعه تؤيد فعلا قرارات الثوره وبتستكمل مطالب الثوره يعني كل الشرع هينزل معاه. لكن ال 600 اللي كانوا ظهروا النهارده ده ان دل يدل على فشل المطالب وفشل المظاهره وفشل الدعوه اليها وفشل صاحبها اللي دعا ليها اصلا. ولكن هذا لا ينكر ان هناك مخاوف داخل قطاعات كثيره من المجتمع من سلوكيات الاخوان. ما هو بيقول المخاوف، اول خوف لي قال اخوانه الدوله. شفنا يعني والعالم كله تابع. اولا عشان بس نكون حاطين برضو مبادئ، الدكتور محمد مرسي ما جاش بالباراشوت وجاي بقى رئيس جمهوريه، جاء عن طريق صندوق وجاء عن طريق انتخابات حره ونزيهه شاهد ليها اللي في الداخل واللي في الخارج. وبالتالي الدكتور محمد مرسي رئيس شرعي، اول رئيس شرعي مدني منتخب من الشارع المصري، مش بنسبه كبيره ولكن عدى 50%، وبالتالي له كل الاحترام وله كل التقدير، وهو رئيس لكل المصريين وليس رئيس لحزب الحرية والعدالة ولا لجماعة الإخوان المسلمين. النقطة الثانية موضوع إخوانة الدولة، من الطبيعي جدا لما كان يجي دكتور محمد مرسي وهو كان رئيس لحزب الحرية والعدالة أن يشكل الحكومة من الحرية والعدالة أو من الأقربين إليه، ولكن شكلها كما وعد قبل دخوله الجولة الأولى وقبل أصل دخوله الانتخابات بتشكيل حكومة تكنوقراط، وبالتالي جاب الدكتور هشام أنديل واختار 35 وزير منهم 5 إخوان، 5 حرية وعدالة، 35 وزير اللي كانوا موجودين منهم 5، فلا في إخوان الدولة ولا في إخوان مؤسسات، ما عندناش ولا محافظ، محافظات مصر كلها ليس لنا بها أي محافظ ولا رئيس مجلس محلي، ما عندناش ولا رئيس مجلس محلي ولا رئيس قطاعات في شركات موجودة محلية ولا رؤساء في 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 مؤسسات كثيرة جدا في الدولة. الإخوان الآن ممثلون في الدولة برئيس الجمهورية المنتخب من الشارع بأصوات أغلبية، وعندنا حكومة جات فيهم 5 وزراء من الحرية والعدالة وزراء تكنوقراط، وبالتالي لا يوجد إخوان الدولة ولا في خوف ولا في رعب. هو كل واحد بيحط نفسه هالة، والاشخاص اللي داعيين ليها اصلا عندهم تخوف من جماعه الاخوان المسلمين من زمان مش من دلوقتي. هو عمال عنده هس في دماغه حاجه اسمها الاخوان المسلمين، حاجه اسمها حزب الحريه والعداله، ما وراهوش، ما فيش مكان بيروحه. يعني هو حتى في دعواته بيناقض نفسه. كيف يدعو؟ خليني بس اقول، خليني اقول الحته دي معلش، انا اسف. كيف يدعو؟ هو بيقول انا نازل عشان فصل الدين بالسياسة، فصل الدين عن الدولة، فصل الدين، ما فيش حاجة اسمها دين في السياسة. وهو أول واحد لما دعا لمظاهرات 24 و25 دعا جوه الكنيسة، نزل طيب. دعا جوه الكنيسة. أستاذ إبراهيم، هل ما يقوله الأستاذ علي فيه أي مغالطات؟ كله مغالطات. طيب لسبب واحد، دعنا نتفق أن محمد أبو حامد، توفيق عكاشة، محمد مرسي، ابراهيم السعيد، الاستاذ علي، الاستاذ سلامه، مصريين. طيب بلاش نقلل أيوة من يا استاذ علي، يا استاذ سلامه، بنتكلم على ما اورده من معلومه، بلاش هسهس يا جماعه. طيب ليه بقى حوارنا دايما عنصري؟ انا بالمناسبه ما لا 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 اعرف كلمه هسهس يعني ايه، ولكن لا يا جماعه يعني حاجه هو مش مجنون. لا اقسم بالله انا ما اعرف محمد ابو حامد. يا جماعه دعونا نتفق، لازم يا جماعه يبقى عندنا سلام اجتماعي. يا جماعه بلاش يبقى حوارنا عنصري، اقسم لكم بالله العلي العظيم ثلاثة. طيب هذا الاتهام يمكن ان يوجه الى من خرجوا في المظاهرات يا فندم. يا سؤال بس، سؤال، جماعه الاخوان المسلمين تم انشاء سنه 1928، طول عمرها كانت ضد النظام مش مع النظام. هل انا غلطان في هذا؟ طيب هل طلع واحد في يوم من الايام واتكلم عن هل هذا يحسب ضدها؟ لا اسمعني بس يا فندم، هل طلع واحد من المصريين اللي احنا كلنا منهم قال دول فلول او دول عندهم هيسبس او دول مجانين؟ ما حصلش. يا جماعة لازم يبقى عندنا سلام اجتماعي، لازم يبقى عندنا حب لبعضنا. طيب هذا الاتهام أو هذا الطلب ربما يوجه إلى من خرجوا في المظاهرات اليوم أنهم ضد السلام الاجتماعي. هسألك سؤال يا فندم، جماعة الإخوان المسلمين من سنة 28 لحد دلوقتي في سنة ما طلعوش فيها مظاهرات؟ في سنة ما عملوش فيها اقتحام؟ هقول لسعادتك حاجة، ساعة أحداث كتيرة جدا لما بتحصل فيها مظاهرات والأستاذ سلامة كان بيطلع صحفي محترم وإحنا وقفنا جنبه كتير جنب نقابة الصحفيين، وأنا على فكرة كنت مشارك في المظاهرات وليا الشرف، لأن أنضف حاجة حصلت أو أظرف حاجة في مصر أو الـ أو الـ أو التاريخ تم إعادة كتابته كان يوم 25 يناير 2011، تم إعادة كتابة التاريخ من جديد. طيب خلينا أطلع أنا والراجل ده والراجل ده نتكلم بس. طيب بقى خلاص الناس جالها، مش هيسس بقى، مش هقول الإخوان عندهم هيسس. يا جماعة إحنا مصريين، احنا دلوقتي بقى حوارنا عنصري،
انت مش معاه تبقى ضدي. هل تحمل جماعة الاخوان المسلمين كل حاجة؟ هي العنصرية، هي اللي اخترعت كلمة فلول، هي اللي عملت المظاهرات الفئوية في شركات. يا رجل انا متدمر، انا كراجل، انا في الشركة المصرية للاتصالات انا متدمر. انا عندي دلوقتي نقابتين عامة مستقلة، الواحدة منهم بسبب فلان عملوا نقابة مع احترامي طبعا، كلهم زمايلي، احنا كلنا تحت مركب واحدة. عملوا حاجة، الحق نقابة القضاء مستقلين، الحق مش عارف ايه. بقى في حاجتين، بقى في حاجة تبع الاخوان وحاجة تبع الحكومة. يا جماعة لا، احنا واحد، ما ينفعش بقى عندي نقابة عامة ونقابة مستقلة، ما ينفعش بقى عندي مش عارف نقابة الازهريين المستقلة ونقابة الازهريين الشرعية، ما ينفعش بقى عندي دعاء تبع الازهر ودعاء تبع السلفيين. اني دين، اني شرع، اني دولة. طيب احنا في ايه؟ ده في اخ، انا يا جماعه وهذا مسؤول عنه الاخوان. انا اعز اصدقائي، اعز احبابي عشان اتكلمنا في السياسه، فقلت له يا سيدي طب اقول لك حاجه، اختار شفيق. قال لي يا نهار اسود، انت بقيت فلول، امال بتتكلم على الثوره؟ انت قاتل، ده احنا فضل. طيب احنا نضرب بعض. استاذ سلامه، هل تعتقد ان جماعه الاخوان المسلمين مسؤوله بشكل او باخر عن وجود هذه الحالة من الاستقطاب، سواء كان ديني أو سياسي أو اجتماعي؟ إلى أي حد تتحمل جماعة الإخوان المسلمين هذه المسؤولية؟ هو الحقيقة أنه مش جماعة الإخوان المسلمين مسؤولة، المجتمع المصري بالكامل مسؤول عن حالة من الفرقة الواضحة، أصبحت واضحة بشكل يعني ما عادش اتنين يختلفوا في مصر دلوقتي على أنه في حالة من الحدة الواضحة بين الأشخاص، بين الإخوات. الحدة الواضحة دي يعني للأسف الأستاذ إبراهيم بيفسرها على أنها عنصرية، والأستاذ علي شايفها مش موجودة، بس هي موجودة لكنها مؤقتة. إحنا في بلدنا حصل فيه ثورة، الثورة دي غيرت مفاهيم كتير عند الناس. إحنا النهاردة بنتكلم عن القانون وبنفسره بطرق مختلفة، حتى القانون الناس بتختلف عليه، حتى فقهاء القانون نفسهم بيختلفوا على تفسير القانون. الوضع طبيعي جدا، أنا متفق جدا مع إتاحة الفرصة للمجتمع نفسه. المجتمع محتاج فرصة فعلا يشم نفسه، المواطن العادي البسيط اللي ماشي في الشارع اللي منزلش من بيته النهاردة هو المظلوم. المواطن العادي اللي قالوا له في مظاهرات بكرة فخاف ينزل ولاده ويفسحهم أو يخرجهم هو ده المظلوم. أنا النهاردة يعني لازم أنا كمواطن أمسك في رقبة رئيس الجمهورية، مش عشان هو إخواني ولا عشان هو سلفي، يعني هو المسؤول، لأنه رئيس الجمهورية. رئيس الجمهورية مسؤول عن فك حالة الاحتقان الموجودة في المجتمع، سواء هو المسؤول عنها عن حدوثها أو غيره. هو الآن ولي الأمر، ولي الأمر مسؤول عن فك الاشتباك القائم بين طوائف المجتمع، واللي يقول إنه ما فيش اشتباك قائم في المجتمع يبقى غلطان بالتأكيد. لكن طيب، عندي إشكالية مع الأستاذ إبراهيم. أنا هاجي لك أستاذ علي، عندي بس إشكالية قصيرة مع الأستاذ إبراهيم. هو بيكلمني عن عنصرية، عنصرية إيه؟ إذا كانوا عنصرية الحوار، إذا كانوا عنصرية، أنا موافق معاك عليا، لا دي موجودة، أنا موافق معاك إن في عنصرية. والأخوة والإخوة اللي خرجوا النهاردة راحوا عند القصر الجمهوري كانوا عنصريين لأقصى درجة، لدليل إنهم طردوا القنوات الفضائية من هناك وضربوا زمايلنا في البديل هناك. حصل، وده شيء أنا بعترف بهذا وأقول لسعادتك حاجة، ومراسل الجزيرة كمان، وضربوا الجزيرة وأنا اللي حميت قنوات الجزيرة ويسألوا الناس، يا سيدي الفاضل ضربوا طاقم الجزيرة، ولو كنت موجود كان كسروا الكاميرات وعملوا حاجات مش طبيعية، كسروا الكاميرات. حصل، وده يا سيدي الفاضل، نتيجة إيه؟ نتيجة حسهم إن كان في ألوفات، فبقول لك إيه، في أكتر، في 1000 واحد. طيب يا سيدي العز، إحنا ما حققوا في التظاهر السلمي، أي خروج عن السلمية. أستاذ، إحنا لما منع ولا كسرنا عربيات ولا ضربنا شرطة، الناس رجعت بيوت عشان الشرطة ما ضربتكوش، واحنا رجعنا بيوت. هل يمكن أن نسمع إلى واحد من هؤلاء الذين دعوا إلى هذه المظاهرات؟ معي على الهاتف الآن المهندس حمدي الفخراني، عضو مجلس الشعب المنحل. أستاذ حمدي، في ضوء هذا الوجود الغير كثيف للمتظاهرين، برأيك ما الذي يعني غير المعادلة الآن؟ بدلا من مئات الآلاف هم عشرات الآلاف الذين خرجوا في مدينة نصر اليوم. نعم، حضرتك حضرات عشرات الآلاف في مدينة نصر أو مئات الآلاف أو ملايين، احنا بقدمين النهاردة دي رسالة للدكتور مرسي بنقول فيها ان طالما الدكتور مرسي وحزب الحرية والعدالة دعوا شباب الإخوان المسلمين للتظاهر لتأييد قرارات مرسي،
فهذا حق مطلق لنا ان نتظاهر بقرارات الدكتور فوزي. حق ما يسمح ما يمنحوش لنفسهم حق. هم في حقيقة الأمر فقط للتأكيد هم دعوا الشباب الإخوان وأيضا القوى السياسية الأخرى للخروج لتأييد قرارات الدكتور مرسي. القوى السياسية ما حدش استجاب اللي نزل هم بس طيب. فقط الإخوان المسلمين ما حدش تاني نزل. فإحنا بنتكلم في الحق المطلق في التظاهر السلمي ضد. أنا شايف إن القرار ده هو ما حدش الدكتور مرسي نبي ما يقولش عليه النبي اشتغلوا عليه. فاحنا النهارده هو قال قرارات احنا مش عاجبانا لجأنا للقضاء ولجأنا للنزول للشارع. طالما هم نزلوا للشارع لتأييد قرار الدكتور مرسي يبقى يحق لنا تماما ولا يحق لهم ان هم يكفرونا او يهدروا دمنا او يقولوا ان احنا بلطجيه او يقولوا ان احنا فلول. كل هذا شغل بلطجه سياسيه تمارسها جماعه الاخوان المسلمين ضد الشعب المصري وضد المعارضين لها. يا اخي ادونا فرصه نقول لا مش عاجبنا قرارات الدكتور مرسي ونعرضها حقنا. هذا حقنا. طيب كثيرون ونحن منهم مهندس فخراني كثيرون يسالون لماذا تراجعت مطالب الداعين الى هذه المظاهرات من اسقاط الدكتور مرسي، حل جماعه الاخوان المسلمين، محاربه حزب الحريه والعداله الى مطالب اقل حده. لا 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 احنا مصرين على حل جماعه الاخوان المسلمين واسقاط رئيس الجمهوريه. لا لم نطلب اسقاط رئيس الجمهوريه اطلاقا. احنا قلنا الدكتور مرسي يجب عليه ان يقصف جماعه الاخوان المسلمين وان لا يحمي هذه الجماعه الغير مشروعه والغير شرعيه ويقول لنا ارادتها ومصروفاتها. راح كل طلباتنا ان هذه. الو مهندس فخراني، سنحاول الاتصال مرة أخرى بالدكتور حمدي الفخراني عضو مجلس الشعب المنحل. أستاذ علي، اتفقت معي على أن هناك نوع من الاحتقان، ربما فسره الأستاذ سلامة بأنه نوع من الاستقطاب الذي لا يمكن إنكاره، رغم أنه يقول أنه استقطاب مؤقت ربما يختفي مع الوقت. هل تعتقد أن من مصلحة الإخوان كحركة، حزب الحرية والعدالة كحزب سياسي، أن يكون له أعداء بهذا الشكل في الشارع؟ يعني من الطبيعي جدا أن الدولة والرئاسة بيكون لها معارضين، وبالتالي من الطبيعي جدا جدا بعد أي ثورة بيحصل اختلاف وجهات النظر. من الطبيعي ايضا ان احنا نكون متفقين على اهداف ولكن بنختلف في كيفيه تطبيق هذه الاهداف. زي ما اتفقنا على اسقاط الاعلان الدستوري، نزلنا اعتصمنا في الميدان وبعدين في تفك الاعتصام علقناه لحين اعداد لتظاهرات اخرى، وبعدين جه الرئيس مره واحده في قرار واحد الغى الاعلان الدستوري اللي النهارده مظاهره طالعه علشان خاطر تبقي على الاعلان الدستوري المكمل اللي كان هيخلي البلد تخش في نفق مظلم. طيب. ويخلي السلطة التشريعية تفضل في يد المجلس العسكري. ولكن ما فعله الرئيس بإلغاء الإعلان الدستوري والتغييرات اللي حصلت في قيادات المجلس العسكري أنهت تماما على الحكم العسكري اللي أردوغان خرج وقال الخطوات اللي عملها في 10 سنين دكتور مرسي عملها في 40 يوم. وبالتالي طبيعي أن يكون في معارضين للرئاسة وطبيعي أن يكون في معارضين للحزب اللي الرئيس كان رئيسه في يوم من الأيام، فما فيش أي مشكلة خالص في الاختلاف وما فيش أي مشكلة خالص في الاعتراض. ولكن أي كيان عاوز يبني مؤسسة حقيقية يبدأ في بناء هذه المؤسسة بالطرق الديمقراطية السلمية الواضحة المحترمة الآن بتمارس عن طريق. طيب. تأسيس أحزاب سياسية ويخش المنافسة الانتخابية ويكتسح الانتخابات. طيب. ويجيب رئيس من هل تسمح لي بالحديث مرة أخرى إلى المهندس حمدي الفخراني؟ هل تسمعني الآن مهندس فخراني؟ يا أستاذ كريم أسمعك جيدا. طيب أنت تقول أنه لم يكن إسقاط رئيس الجمهورية أحد المطالب وتتحدث عن الإعلان الدستوري المكمل. هناك من يحتجونهم أيضا على أن الإعلان الدستوري المكمل لم يكن دستوريا في أساسه.
هو فعلا انا الاول اكمل حضرتك النقطه بتاعت جماعه الاخوان المسلمين. هذه الجماعه اتحدى اي حد يطلع لنا تقارير جهاز المركزي للمحاسبات يقول لنا في ايراداتها ومصروفاتها بتيجي منين. عشان هم بيقولوا جماعه شرعيه، لا انا اؤكد واتحدى اي حد منهم يطلع يديني تقرير لجهاز المركزي للمحاسبات. اذا كانت شرعيه فهي تخضع تماما لرقابه الجهاز المركزي للمحاسبات. احنا نخشى تماما انها تاخد اموال من اموال الدوله للجماعه النهارده، فلا لابد اما الاشهار واظهار واخضاع ايراداتها ومصروفاتها لرقابه الجهاز المركزي ولرقابه الدوله، واما التصفيه. ولا يجوز. هناك كثيرون يشاركونك مهندس فخراني، هناك كثيرون يشاركونك الراي في الشارع المصري. دعنا نتحدث عن بعض هذه المطالب. قضية حضرتك وجلستها 4/9 الجاي. طيب طيب عملت الاعلان الدستوري، عملت ما عليك. نعم نعم، فيما يتعلق بهذا الاعلان الدستوري. الاعلان الدستوري المكمل حضرتك الدكتور مرسي، الاعلان الدستوري الاصلي نص على ان يقسم رئيس الجمهورية امام مجلس الشعب اللي هو في 30 مارس. اما وقد تم حل مجلس الشعب ولم يعد هناك مجلسا للشعب، فقد صدر الاعلان الدستوري المكمل ونص على ان يقسم امام المحكمه الدستوريه العليا. واما الان وقام الدكتور مرسي بالغاء الاحكام الاعلان الدستوري المكمل، وليس ايقاف العمل به، هو الغاه، هو اصبح هو والعدم سواء. يبقى اصبح الدكتور مرسي اقسم القسم الدستوري امام مكان في مكان خطا. طيب سؤالي مهندس فخراني، رئيس جمهوريه منتخب وليس رئيس جمهوريه فاعل. طيب اذا كان ما فعله الدكتور مرسي غير قانوني او غير دستوري بالغائه الدستور او الاعلان الدستوري المكمل، لماذا لم يدافع عن ذلك واضعوا هذا الاعلان الدستوري المكمل؟ الوضع مين؟ المجلس العسكري؟ نعم والله هم ما اعرفش هم فين دلوقتي، ال 18/1 او ال 17/1. يا ريت تعملوا حديث معاهم، يا ريت تعرف تعمل مداخله حضرتك دلوقتي مع اي حد من المجلس العسكري، او تقدر تجيب اي حد من المجلس العسكري في لقاء، وانا بتحدى ان انتوا تطلعوه في اي طيب لقاء. طيب الست معي ان العمليه كانت صراع قوى سياسيه ليس لها علاقه بان كانت دستوريه او قانونيه، وان فقهاء الدستور والقانون وقفوا فريقين لا أحد يعلم أين الحقيقة، هل مع هذا الفريق أو ذاك، وبما يؤكد أنها عملية صراع على السلطة، وأن الأقوى أو الأجدر بها يجب أن يفرض كلمته. لا، نحن لسنا في صراع القوة، نحن لن نغتصب السلطة، لن نقبل باغتصاب سلطة أي تشريعية أو تنفيذية أو أي سلطة الآن. طيب انا اريد مهندس فخراني، وهي تفصل بيننا وبين بعض في الكلام ده، احنا رفعنا دعوه امام الدستوريه. طيب انا اريد ان اقرا عليك تعليق كتبه الاعلامي حمدي قنديل على حسابه، وهو رايه الخاص فقط انا انقله. قال شيء واحد ادهشني اليوم، ان يمشي المناضل في ركاب المهرج، وكان يقصد بالمناضل حضرتك. بماذا ترد على حمدي قنديل؟ لا، انا بمشي في ركاب حمدي الفخراني، لا امشي في ركاب احد ولا اتبع احد. وانا ما بقولش انا نازل، انا بقول تاني في مظاهرات يوم 21 سبتمبر همشي فيها، في مظاهرات في يوم 6 اكتوبر انا داعي لها، القادم 6 اكتوبر القادم بعد ان يكون انتهى ال 100 يوم الخاصين. انا مش عايز شخصا اي داعي، مش هقول ان طالما الافلاد اللي دعا انا ما انزلش معاه، ده اللي مضيع القوى السياسيه. انا لو اي حد طالما انا في خطا معاه النهارده، الاحكام القضائيه اللي احنا اخذناها باستعاده الشركات ما زالت الحكومه بتطعن فيها النهارده. طب الثانيه كانت حكومه نظيف ودي حكومه فاسده وطعنت في الاحكام ومش عايزه تنفذ الاحكام القضائيه. طب ما بقت حكومه الدكتور هشام قنديل، لماذا تطعن في الاحكام وتصر على الطعن، ولماذا لم تسحب هذه القضايا من المحاكم؟ اذا كان يهمها الشعب المصري او يهمها حقوق البلد
طيب شكرا شكرا جزيلا للمهندس حمدي الفخراني عضو مجلس الشعب المنحل. اعود الى ضيوفي في الاستوديو الاستاذ ابراهيم السعيد احد منظمي مظاهرات المنصه اليوم. هل تعتقد ان من نادوا لهذه المظاهرات ربما يعني لا يحظون بثقه رجل الشارع في مصر ومن ثم جاء الاقبال على هذه المظاهرات ضعيفا؟ هو دايما اولا الناس اللي دعوا للمظاهرات كتير ومحترمين بلا استثناء، بس في دايما عندنا كمصريين حاجه اسمها يعني الاختلاف الاذواق، يعني كل واحد يقول لك لا اصل طفيل ما بحبوش. انا طبعا مع احترامي لكل الناس ايا كان، انا بتكلم عن نفسي ما بتكلمش عن حد او باسم حد. بحب لما اتكلم عن نفسي ان دايما يقول لك ايه ايد واحده وبعد خمس دقايق ما حدش يتكلم عننا. لا انا بحب ان انا اتكلم عن نفسي حتى طيب. لما كنا في التحرير طيب. تمام اللي انا عاوز اقوله بس يا فندم او اللي احنا طلعنا اولا طبعا في ناس كتير لان مختلفين عليهم، في ناس كتير ما طلعوش عشان فلان داعي وعلان داعي، اصل ده بيدعي عشان الحته الفلانيه وده عاوز يشوف قوته في الحته الفلانيه. فطبعا في اختلاف عليهم كتير قوي، لكن بالعكس كله يسعى لايه؟ لخير هذه البلد. اخوان سلفيين، اي حد اي قوه سياسيه في البلد دي مش جاي عشان يقسم البلد ولا حته ترب، المفروض جاي عشان خدمه البلد. عشان كده بقول لازم الدكتور مرسي يعمل حاجات معينه في الوقت ده. انا اقسم بالله ساعه ما قابلت قناه الجزيره ساعه انتخابات احمد شفيق قلت لهم هل بستنيت احمد شفيق؟ لما الدكتور محمد مرسي ينجح وراح اهنيه وهنيه كل زمايله لان ده حقه. تقول انه الدكتور محمد مرسي لازم يعمل اشياء، لازم اللي هي اولا محدش يتحدث باسم رئاسه الجمهوريه تاني، ولا الدكتور عصام العريان ولا محمد البلتاجي ولا الاستاذ ولا انا بتكلم باسم ولا اسمعني انا قصدي ولا انا ولا اي حد. هو رئيس جمهوريه شرعي واحد. انا افوج الاقي الدكتور عصام يتكلم، احترم شديد لاي حد يتكلم، فلان يتكلم، علان يتكلم، ولقيت القرارات بتتنفذ. ما حصلتش على مر 90 سنه في مصر ان حد يتكلم باسم رئيس الجمهوريه الا من اداله الشرعيه وهو الدكتور ياسر علي. اعتقد هذا دي حاجه. الحاجه الثانيه حل جميع، بص يا فندم اكتبوها عشان دي مهمه جدا جدا، حل جميع النقابات ايا كانت شرعيه وغير شرعيه، بمعنى حل الاتحاد العمال كاملا، حل النقابات المستقله كاملا، ويبقى نقابه شرعيه واحده وتتعمل انتخابات ان شاء الله بكره الصبح باشراف قضائي كامل. لكن حكايه التشديد اللي عملوها جماعه الاخوان المسلمين، وانا اتحدى مع احترامي لكل اللي فيها ان كلهم اصدقاء وحبايبي، لكن ما فوجئش انا زي واحد يقول لك اتكلم باسمي بمصر، لابد حل جميع النقابات المستقله والاتحاد العام عشان ما حدش يقول لك ده ضدهم، والاتحاد العام نقابات عمال مصر. حضرتك في في احدى هذه النقابات، لانك تحدثت عن النقابات اكثر من اي شيء اخر. لا بس انا عشان انا نقابه عماليه او انا يعني ناشط عماليا فشايف عندي العامل بيتقطع. انا شايف العامل بيتقطع، هو مع مين؟ يا جماعه احنا في مصر. لا نقابه الازهر هو ده كان احد مطالب الخروج النهارده ولا ده يا فندم؟ انا قلت لك لما بتكلم عن نفسي وبلاش دخل السخريه. انا بتكلم بقول لك ليه الدكتور محمد مرسي يعمل كده؟ انا ليه؟ لان حزب الحريه والعداله هم اللي دعوا وعملوا النقابات معظمها مش كلها عشان الكلام يبقى واضح. تمام، حل جميع النقابات غير شرعيه، ادي واحد. اثنين، عدم التحدث باسمه. ثلاثه، انا ليه طالب الابقاء على الدستور المكمل؟ لسبب واحد، دلوقتي لو رئيس الجمهوريه اصدر قرار حرب حد هيعارضه؟ لا. لكن لما يكون انا بتكلم على قرار الحرب بس لابد من وقفه المجلس العسكري. ليه؟ مع احترامي انا مش عاوز ارجع ولا طنطاوي ولا عنان، ده شغل رئيس الجمهوريه هو ادرى بيه، انا ما اعرفهمش عشان اقول دول يرجعوا. الابقاء على الدستور ومن الذي قال لك ان رئيس الجمهوريه عندما يتخذ قرارا بالحرب لن يستشير المجلس العسكري؟ لان خلاص ما بقاش ابقاء بقى منفردا، لان دلوقتي بص يا فندم الدستور المكمل كان اهم مواصفاته ايه؟ لابد اذا كان اعلان حرب وقفه المجلس العسكري. اسمها مجلس الدفاع الوطني بقى. تمام؟ طيب. بمعنى ايه؟ بمعنى انا دلوقتي الحرب حصل حاجه اقول لك ايه؟ ما استشرناش. لا يا فندم الحكايه فيها حاجات مشاركه وفي حاجات مخالفه. حاجه طيب استاذ ابراهيم سوف نتوقف الان لدقائق، سوف نلتقي مع الزميل احمد طه وعرض للانباء، سنعود بعدها الى البحث والمناقشه مع ضيوفي في الاستوديو حول اهداف ودوافع ونتائج هذه المظاهرات التي خرجت اليوم في القاهرة وفي بعض المناطق الأخرى في المحافظات. نلتقيكم بعد قليل.
مصر إلى أين نبحث فيها أهداف ونتائج هذه المظاهرات التي خرجت في القاهرة وبعض المحافظات ضد جماعة الإخوان المسلمين. مرة أخرى أرحب بضيوفي في الأستوديو، الأستاذ إبراهيم السعيد أحد منظمي مظاهرات المنصة اليوم، الأستاذ علي خفاجي أمين شباب حزب الحرية والعدالة، والصحفي سلامة عبد الحميد. أهلا بكم مرة أخرى. أعود إلى الأستاذ علي خفاجي أمين الشباب في حزب الحرية والعدالة، ألا تعتقد أن النظر في وضع جماعة الإخوان المسلمين هو مطلب منطقي للغاية، وإن الجماعة لابد أن تواجه هذه المعضلة إن يعني عاجلا أو آجلا؟ خلينا نتفق ونقول أن الجماعة منذ نشأتها هي جماعة شرعية تم إنشائها سنة 1928، وجاء بعد ذلك قرار الحل، وثم تم التراجع عنه بعد ثورة 52 في وعادة جماعة الإخوان المسلمين تمارس أنشطتها، وتم الاعتداء على الجماعة في دخول السجون سنة 54 وسنة 65، وحظرت الجماعة وحظرت لا إلى الآن لم يتم، يعني لا يوجد أي قرار بحظر جماعة الإخوان المسلمين أو بحل جماعة الإخوان المسلمين، وبالتالي هي جماعة شرعية. ولكن الجماعة قالت حينما يتم وضع قانون للجمعيات، قانون جديد، لأن القانون الحالي يصعب على جماعة الإخوان المسلمين أن تقنن أوضاعها عليه، لابد أن يكون في قانون مفتوح بشكل كبير وبشكل منطقي أن الجماعة تقنن أوضاعها عليه، وهي قالت ذلك سوف تقنن الجماعة أوضاعها حينما يتم إقرار قانون جديد لوضع الجمعيات، وبالتالي فهي جماعة موجودة زي ما بقى حركات كثيرة جدا موجودة الآن وتعمل وموجودين. أما بالنسبة لقصة قضية التمويل وقضية الأموال والكلام ده كله، كل يعني الكلام بقى واضح للجميع أن جماعة الإخوان المسلمين تمول من اشتراكات أعضائها، وهذا لا يعني لا 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 لم يصل إلى أن يكون واضحا للجميع حتى الآن. طيب أنا بوضح، وإلا لما طالبوا بتقليل وضع الجماعة. أنا بوضح، جماعة الإخوان المسلمين بها أعضاء، يعني ما حدش عارف يعني اعضاء الجماعه قد ايه، موجودين في كل المحافظات، موجودين في كل الاحياء، موجودين في كل مكان، ما حدش يعرف. لا انا جوه الاخوان هم مش عارف يا فندم تقريبا. لا هنتكلم على حزب الحريه والعداله تقريبا. اما بالنسبه لحزب الحريه والعداله، حزب الحريه والعداله 350,000 عضو، وفي ما يقرب من حوالي 50,000 استماره لم تسجل، فما يقرب من حوالي 400,000 عضو على مستوى جمهوريه مصر. هعتبرهم مليون، حزب الحريه والعداله هعتبرهم مليون. تعتقد ان المليون عضو في حزب الحرية والعدالة بكمة المصاريف اللي بتصرفها حزب الحرية والعدالة او بالدعاية الانتخابية الرهيبة اللي حصلت في انتخابات مجلس الشعب وانتخابات الرئاسة، تعتقد ان حزب الحرية والعدالة اشتراك المليون عضو مش 350,000 بالمصاريف دي كلها؟ بص انا عايز اوضح لك. طيب نحن نستطيع الحديث ايضا في انتخابات الرئاسة، في انتخابات الاعادة كانت هناك حملة قوية جدا جدا للفريق احمد شفيق، لماذا لم نسأل؟ لا بص قول سعادتك حاجة، اولا انا مش خلينا نرد بس على سؤالك. ارد على سؤالك. طيب خلي الاستاذ ابراهيم يرد. اولا حملة الفريق شفيق ايا كانت انا مش جاي اتكلم عنها طبعا دلوقتي، مش من حقي طبعا. كانت حملة انا اعتقد انها كانت فقيره جدا، لان انا كنت موجود فيها وشفت فيها ايه فقيره داخل المائة. لكن انا شفت بنفسي، بدليل يا جماعه، بس هسال سؤال. جميع القضايا اللي اتمسكت في تصوير الانتخابات كانت للدكتور محمد مرسي، دفاتر مسوده، الطف الدوار، الالم المتطاير، الاصوات المضروبه، كل الحاجات اللي حصل فيها دفع رشاوى انتخابيه كانت المرشح محمد مرسي. هفي خلاف عن هذا. وقيل اتهام ذلك اتهامات رسميه، انا ما بتكلمش عن اشاعات. المستشار تامر بيجات طلع قال اتهامات رسميه كلها، وهناك اتهامات رسميه ضد فريق الفريق احمد شفيق. ما قالهاش يا فندم، ان ما قالتهاش اللجنه العليا للانتخابات. انا بتكلم على اتهامات حقيقيه قالتها اللجنه العليا، بدليل ان في 12 مستشار لحد دلوقتي ما طلعتش النتيجه بتاعتهم. قلت يعني طيب انا مش في وضع او في حين ان انا اتكلم ان اختزال مشهد المظلوم في انتخابات الرئاسه لأحمد شفيق، لان كلنا عارفين كويس ان مصادر تمويل حمله احمد شفيق من رجال اعمال الحزب الوطني، وكان واضح وصريح ان كل رجل اعمال دفع لبقائه لضمان استمرار بقائه في الدوله المصريه، يعني داخل مصر. يا استاذ خلينا بس اتكلم، خلينا اتكلم معاك. اديني دليل واحد ان جماعه الاخوان المسلمين وحزب الحريه والعداله مولوا الحمله الانتخابيه من بره. دليل واحد اطلع اتكلم اقول عن ما انت خلينا بس اتكلم. احنا عندنا
اشتراكات الاعضاء 350,000 هيمولوا حمله الرئاسه بالمبالغ دي كلها. طب في حاجه اسمها الحزب دوت بيشتغل ازاي؟ الحزب بيشتغل ازاي؟ بيشتغل عن طريق حاجتين. الحاجه الاولانيه اشتراكات الاعضاء اللي هي تعتبر اشتراكات ضعيفه جدا. طيب كويس. خليني انت طب كمل. اشتراك الاعضاء اللي هي بتمول انشطه معينه ما تقدرش تمول حمله رئاسيه ولا حاجه. الحاجه الثانيه التبرعات. طبيعي في اي حزب بيجي له تبرع. انا عضو في الحزب اشتراكي في السنه 20 جنيه تمام، لكن بدي لك تبرع 1,000,000 جنيه، بدي لك تبرع 100,000 جنيه، ده طبيعي جدا في اي حزب. اوباما بيمول حملته ازاي؟ عندك فكره؟ ده انا عندي فكره حاجه واحده بس، لو عندك اعضاء بيتبرعوا بالمبالغ دي في حزب الحرية والعدالة اعتبرنا عضو من دلوقتي. احنا عندنا يا استاذ يعني لو حزب الحرية احنا عندنا حساب في البنك، اي حد عاوز يتبرع عليه بيروح يتبرع عليه. يعني انت دلوقتي انت اتهمت الاعضاء بتوع حزب الوطن. بص انا ما بحبش اخش مصريين واعضاء الحرية والعدالة اللي بيتعاملوا معاك. يعني انا ما بحبش اخش في مهاترات طيب في الاخر بنخرج منها بلا شيء. خلينا نقول ان اي كيان مؤسسي بيعلم الكلام ده، ان اشتراكات الاعضاء اشتراكات جماعه الاخوه تمويل جماعه الاخوان المسلمين من اشتراكات اعضائها تمام، والكل يعلم ان جماعه الاخوان المسلمين بها جميع الطبقات الفقير والغني واللي في المتوسط، والجماعه بتفرض على اعضائها الاشتراكات وبالتالي بيتم تمويل الجماعه عن طريق وكذلك حزب الحريه عدل عن طريق اشتراكات اعضاء وعن طريق التبرعات. طب سؤال يا استاذ كريم. طيب سؤال يا استاذ كريم، انت احنا مش قاعدين لا لا سؤال بسيط بس سؤال بسيط يا استاذ كريم. معنى كده الاعضاء اللي برعت حزب الحريه والعداله دول ناس محترمين على راسي، هل تبرعوا لحبهم في الحزب ولا بقاء للحزب؟ نحن يا سيدي تبرعوا للجن الازرق الناس ده على كده ان تبرعوا لاحمد شفيق تبرعوا طيب. مش بقاء لا طبعا لا يختلف يمكن ان نتوقف قليلا نشرك الاستاذ سلامة عبد الحميد الصحفي في هذا الموضوع. الاستاذ علي خفاجي امين شباب حزب الحريه والعداله يقول ان جماعه الاخوان المسلمين لا ترفض ان يعني تقنن اوضاعها ولكن في ظل قانون جديد غير القانون. هل انا وانت ورجال الاعلام الاخرون ينتظرون قانون من تفصيل جماعه الاخوان المسلمين لكي يقنن اوضاعهم؟ انا ما قلتش تفصيل يا استاذ كريم، بس انا اسال الاستاذ انت لم تقل انا الذي هي المشكله اللي الاستاذ علي مش مدركها او بيتجاوزها احيانا كثيره، انه هو نفسه قال انه مش عارف جماعه الاخوان المسلمين عددها قد ايه. كيف لي كشخص كمواطن عادي ان اتعامل مع جماعه كبيره بشكل كبير وانا لا اعرف عدد اعضائها؟ يا سيدي اذا كانت جماعه الاخوان المسلمين كما قلت شرعيه ولم يصدر قرار بحظرها او بحلها او غير ذلك، فهي كجماعه لديها مقرات واداريين وهكذا، ازاي مش قادرين تحصروا على اعضاء جماعتكم؟ انا مدرك طيب. تماما انه الاعضاء يدفعوا اشتراكات كبيره من دخولهم الشخصيه وهذا حق الجماعه عليهم لانهم اعضاء في الجماعه، لكن من حقي كمواطن عادي اني اعرف الجماعه دي ينتمي اليها كام الف كام مليون ويدفع سنويا كام الف كام مليون، ثم احاسبه محاسبيا الموضوع بشكل قانوني، مش عشان اقول انت بتجيب منين ولا بتودي فين. انا غير مؤمن بان جماعه الاخوين. معد الحلقه الاستاذ عبد المنعم صديقي عبد المنعم. نعم. يقول انه هناك بعض الموظفين الذين يدفعون ربما 8% من مرتبتهم كمساعد. انا شخصيا اعرف انهم بيدفعوا نصف الخمس. معلومه من احد كوادر الاخوان الكبيره انه يدفع نصف خمس دخله السنوي. لا يعني طيب كم طيب يدفع. نحن نتحدث عن تقنين وضع. نعم. جماعة الإخوان المسلمين. وضع الإخوان المسلمين أن رئيس البلاد من جماعة الإخوان المسلمين، الحكومة أيضا. نعم. هناك عدد كبير من الوزراء فيها، هناك مسؤولون في الوزارات الأخرى أو في تحت منصب الوزير، هناك كثير ممن يمكن أن يساعدوا جماعة الإخوان المسلمين. هل نحن بانتظار قانون تفصيل؟ ربما يكون وربما لا. الإشكالية الأكبر هل الفترة القادمة تسمح للإخوان أو غيرهم أيا كان من يحكم هل تسمح له بالتفصيل؟ هل نحن كشعب كمواطنون نقبل أن يتم تفصيل قوانين مجددا؟ هل نحن الآن بعد الثورة عرضة لترزية قوانين من جديد؟ أظن الأمر بعيد جدا، صعب جدا تحققه. لو أننا كمواطنون عاديون قبلنا أن يتم تفصيل القوانين من جديد فنحن نستحق ما يطبق علينا من قوانين. بات الآن من حقك أن تنزل إلى الشارع وأن تقول أنا أرفض هذا أو أرفض هذا، حق
بات الآن من حقك أن تذهب إلى المحكمة وتحصل على حقك. في الماضي أيام مبارك ربنا لا يعيدها طبعا، ما كانش من حقك تروح المحكمة، كانوا يقولون القضاء نزيه وشامخ وكذا وكذا، لكن كان كلام. الآن حتى ولو لو أن أنا شخصيا مقتنع أن بعض القضاء غير شرفاء، لكن كل مهنة الإعلام فيه غير الشرفاء وفيه الشرفاء، الطبيب طيب. بعض الأطباء شرفاء وهكذا. لكن اليوم هل يسمح الأستاذ إبراهيم وهو معارض للسيد الرئيس أو لجماعة السيد الرئيس، هل سيسمح للسيد الرئيس أو وزارة السيد الرئيس أن تطبق عليه قوانين يرفضها؟ أنا شخصيا لن أسمح حتى ولو كنت مؤيدا للرئيس. أنا الآن أتحدث عن دولة مصرية، الدولة المصرية الآن يعاد تشكيلها من جديد، مسؤولية كل مواطن في الدولة المصرية أن يحرص على إعادة تشكيل الدولة بما يسمح لأولاده وأحفاده أن يكونوا أفضل. طيب. الأفضل هو ما يطلبه المسلمين. طيب اسمح لي أعود إلى الأستاذ إبراهيم. الأستاذ إبراهيم السعيد، من ضمن الأشياء التي طالبت بها الدكتور مرسي هو حل النقابات. يعني قضية النقابات كانت دائما مثارة منذ السبعينيات وحتى الآن، وكان هناك شكاوى إما من السلطة أو من جماعة الإخوان المسلمين، وكانت السلطة دائما تقول اختراق النقابات من قبل الإخوان المسلمين. من الذي يضمن ألا يتسيد أو يهيمن الإخوان المسلمون على هذه النقابات إذا حلت وجرت انتخابات جديدة؟ وما المانع أصلا؟ ما دام بالصندوق فهي على رأسي، محمد مرسي بالصندوق فهو على رأسي، والنقابات أصلا حتى الآن بالصندوق. يا فندم الصندوق كان زمان، إحنا قلنا كان مش عاوزين نتكلم على نظام مشي خلاص. أنا بتكلم مصر الجديدة. مصر الجديدة كانت 25 يناير، أنا بتكلم عن مصر. هل تريد أن تقول أنه نظام الرئيس السابق مبارك كان يحاب الإخوان المسلمين ويسمح لهم؟ لا يا فندم، بالهيمنة على النقابات، ما كانش يسمح لهم أساسا بيخشوا الانتخابات ولا النقابات ولا الاتحادات. طيب. مش هنضحك على بعض. لا، ناس كانت شغالة عيني غصب عنها تحت الأرض. لا، كان مسموح لهم مهيمنة على النقابات أساسية، نقابة المهندسين، نقابة التاريخ، نقابة المهندسين، نقابة الصحفيين. يا فندم أنا بتكلم على النقابات العمالية، أنا بتكلم سيادتك على النقابات العمالية اللي هي بتتكلم في مصلحة العامل. انا عندي 8 مليون عامل في مصر، ما كانش في نقابة دلوقتي يبقى عندي مشكله. مصانع غزل هتتكلم مع نقابه مستقله نقابه عامه، اتصالات نقابه مستقله نقابه عامه، اذر نقابه مستقله نقابه عامه، اعلام نقابه مستقله نقابه عامه. طيب صاحب بالين كذاب، المركب اللي على راسين بتغرق، واللي عمل النقابات المستقله. وهذا منطقي ان تكون هناك نقابه واحده موحده، ده قانون. النقابه الوحيده الاتحاد العام لنقابات عمال مصر هو النقابه الوحيده الشرعيه في التاريخ، فاسدة او تبع الامم المتحده تبع مش عارف ايه، مع احترامنا لاتفاقيه جنيف. يا جماعه احنا بنضيع، المركب اللي عليها رئيسين بتغرق. انا بطالب من سياده الرئيس محمد مرسي بحل جميع النقابات مستقله رسميه واعاده الانتخابات. جه اخوان، ما جاش اخوان، مش الصندوق اللي جابوه. طيب حد هيمسك ايدك؟ لا، في حاجه تانية يا فندم. وطالب اهم حاجه هو فتح صفحه جديده مع الكل، بمعنى ما فيش حد مش رأي محمود عبد العزيز مش هنعمل قنبلة. تمام، فتح صفحة جديدة مع الكل، مع ده وده، مش عاسمها فول. من الذي يفتح صفحة مع رئيس الدولة؟ رئيس. نعم. كل المصريين. نعم. مش أنا، يقعد مع كل. بص، أشرف ناس في مصر ما قاموا بمظاهرة النهاردة، أشرف ناس في مصر ما قاموا في 25 يناير. ألا ترى أن هذا تفرقة من لسه هي دي بقى العنصرية؟ يا فندم أنا بقول لك، أشرف ناس في مصر ما قاموا بمظاهرة النهاردة، أشرف ناس في مصر ما قاموا في 25 يناير، أشرف ناس في مصر كلنا اللي موجودين في المكان. لا 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 إخوانا لأحد ولا خوانا لأحد. طيب. نحن تحت علم مصر هنعيش تحت هذا العلم. بمعنى أنا عندي فكرة لسه كنت بقولها للأستاذ سلام، أعجب بيها جدا. تمام، قلتها قبل النظام السابق، قالوا انت عليك مجنون. قالوا انت مجنون. طيب في بعض المطالب الثانيه ممكن اتفضل أقول. اتفضل. اولا فتح صفحه جديده، الاستماع الاعاد مع كل القوى السياسيه معارضه او غير معارضه، وهو وعد بذلك. يا ريت في اقرب وقت. في حاجه تانية اهم حاجه، المهم ان القوى توافق تقعد معاه، يبقى قصاد الراي العام يطلبهم. ما توافقوش يبقى هم اللي جابوا نفسهم. قالها السادات الله يرحمه زمان. طيب. انا رجل اعشقه، قال لك تبقى مشكلتهم هم، هو لو طلبهم وما عادوش يبقى قصاد الكهف قصاد الشعب كله، لو مش هيمشي حد وراهم تاني. طيب. اطلبوا ان يتحدث الى كل المصريين. تمام. ثم احنا دلوقتي بقول للدكتور محمد مرسي يقعد مع المصريين جميعا. طيب هذا مطلب اخر.
المطلب الثاني الاهم من ده كله، الشعب يا جماعه تعبان، الشعب اتطحن مع احترام لاي دوله جنبي، الشعب جاع تعب اتعرى، المواطن المصري اتطحن اتفرم. احمد شفيق اللي انت اخترته كان واحد من الاسباب. ايا كان انا ما اخترته، انا بتكلم على رئيس جمهوريه موجود، انا مطحون، المصري طيب. بيتهان. ولكن هذا ليس من اليوم او امس، هذا من عشرات السنين. علشان كده بقول طيب. احنا في حريه لابد ان نقعد مع البسيط. الناس جعانه، الزيت والسكر والدقيق والجبنه والقوطه والحرام. يبقى نعمل الناس ماتت. لابد ان الناس تتلمت كل يوم عشان الاخوان بيولعوا الزيت والسكر. لا يا فندم، لا دي مشكلتهم. انا مشكلتي حاجه واحده بس، ان هو يقعد يطلب الكل. اي رجل اعمال حزب وطني مش عشان يعيش، لا هاتوا رجع طلع لي الناس دي، قول لي فين. الا يا جماعه بيقولوا الناس اللي النظام السابق معاهم الفلوس وقاعدين في السجون. يا عم يا عم اللي حضر اللي حضر عارفين عليه اللي حضر اللي عارفين عليه صرفوا، ما دام هم اللي كانوا بيجيبوا الفلوس هاتهم. احنا اول مره نقترض من البنك الدولي، البنك الدولي هيسرق مصر. خليني انتقل الى الاستاذ علي خفيجه مره اخرى، امين شباب حزب الحريه والعداله. هذه المطالب التي ياتي على راسها اهميه ان يكون هناك عمليه تقنين لحزب عفوا لجماعه الاخوان المسلمين، الا تعتقد ان من المنتظر او يجب ان يكون منتظرا من جماعه الاخوان المسلمين ان تبادر وان تقول للناس في الشارع انا مستعده لعمليه تقنين كبقيه الجمعيات الاهليه، ولا تنتظر هذا القانون الجديد الذي هو بالفعل أنت عنه. بالفعل قالت جماعة الإخوان المسلمين أنها تريد أن تقنن أوضاعها. ما الذي يمنعها الآن؟ قال أنا بقولت لحضرتك القانون الحالي للجمعيات يصعب كثيرا، وهذا كلام هذا كلام قانوني أنا يعني غير متخصص فيه، تسأل عنه أي أحد مسؤول في جماعة الإخوان المسلمين عن الوضعية القانونية، وممكن دكتور أستاذ صلاح عبد المنعم مقصود ممكن يجاوب على هذا السؤال. لكن خلينا نتكلم في الاحترام الديمقراطية واحترام الصندوق، أو الكلام اللي قاله أستاذ إبراهيم عن العدالة الاجتماعية يعني وكلام اللي قاله. أنا يعني مش بصدد أتكلم عن اللي خرجوا النهاردة شرفاء، ولا اللي جاي من 150 كيلو هو الشريف، ولا اللي قاعد دلوقتي هو الشريف، ولا الكلام ده كله. أنا مش حابب أن أنا أخش في هذه الجزء، لكن خلينا نقول أن في صندوق جاب جيه يعني تم انتخابات في ظل أوضاع حرة ونزيهة، وجابت رئيس جمهورية، وعلينا جميعا أن احنا نحترم هذا الصندوق وقاله الجميع. لكن أن أنا أطالب الآن بإسقاط رئيس، دي كانت أحد مطالب الدعوات اللي قدمت من فترة طويلة، بإسقاط رئيس الجمهورية. كيف أبدل نظام انتخابي حر ونزيه جديد بعد ثورة 25 يناير بأن أنا أهدم هذا النظام، لكي مش عايز أقول إعادة إنتاج النظام السابق، لأن محدش هيسمح لأحد أن هو أبدا يعيد إنتاج النظام. خلاص النظام السابق مات وانتهى، وإن شاء الله بإذن الله بلا عودة. ولكن اللي عاوز يخش في إسقاط نظام، أو اللي عاوز يخش في يعني عدم أخوانة الدولة كما يقول الأخ إبراهيم، عليه أن هو يمارس عمل ديمقراطي سياسي سليم بإنشاء حزب سياسي ينافس على السلطة، يخش انتخابات محلية، يخش انتخابات مجلس شعب، يخش انتخابات رئاسية، وعليه أنه هو يقنع الناس ببرنامجه، وعليه أنه هو يشتغل شغل سياسي ديمقراطي محترم للناس عشان تقتنع بيه أنه هو يبدأ يخش في هذه التجارب. لكن أنا أطالب بهدم هذه المؤسسات، وأطالب بحال جماعة أخر المسلمين، وأطالب الأستاذ كل هذا السلام يريد أن يعلق على كلامك أستاذ علي لو سمحت. أنا لا أطالب بهدم ولا بحل ولا بإلغاء، لكني حضرتك أصلا مش مشارك فيها. لا بس لكني عندي اعتراضات على السيد الرئيس وعلى طريقة حكمه للبلاد. طبعا إحنا دلوقتي مش كلنا عندنا اعتراضات، مش بنرفض الرئيس، لا احنا بندعم الرئيس بمعارضتنا او بانتقادنا ليه. احنا عندنا مشكلات شايفينها الرئيس لا يتحرك فيها او لا يتحرك فيها بالسرعه الكافيه. المشكله الامنيه لا زالت قائمه، ثانيه واحده، لا زلنا حتى الان نعاني من اخواتنا المعتقلين، معتقلي الثوره الذين لم يخرجوا حتى الان، وفي تباطؤ واضح وصريح وغير مبرر من مؤسسه الرئاسه. كل يوم يطلع علينا كلام جديد عن يعني ياسر علي، الدكتور ياسر علي اتكلم ربما 17 أو 18 مرة، أنا أحصي
مرات كلامه عن إعلان أسماء الفريق الرئاسي وحتى الآن لم يعلن. إحنا في حالة من يعني التباطؤ الواضح في يعني في قرارات صريحة تخص المواطن المصري متأخرة. أنا كنت واحد من سعدوا جدا بقرار إلغاء الديون عن صغار المزارعين الفلاحين الفقراء، لكن أنا أيضا أريد المزيد. أنا أطلب من الرئيس يعني سقف طموحنا، أنت كنت معانا في الثورة، سقف طموح الثوار عالي جدا، ربما هذا السقف هو الذي أطاح بمبارك وليس المطالبة بالإطاحة بمبارك. إحنا كنا النهاردة عايزين من مرسي، أنا أسف، هو الرئيس طب ياخد فرصته في تحقيق هذه المطالب ولا هو أنا يعني عصا موسى؟ لا مش عصا موسى، لكن في أولويات، ما زال الرئيس متباطئ في بعض الأشياء لابد أن ينظر إليها أولا. أنا سعدت جدا بالإطاحة بطنطاوي وعنان، لكن يهمني أكثر من طنطاوي وعنان إخراج أصدقائي المعتقلين، هم أهم عندي من ترتيب البيت من الداخل وترتيب مؤسسة الرئاسة. لا لسه عندنا كتير، لسه عندنا عدد كبير، لغاية النهاردة إحنا مش عارفين عدد المعتقلين قد إيه. إزاي مش عارفين عدد المعتقلين؟ اللي شكل لك من الرئيس قالت عدد المعتقلين قد إيه وخرج جزء كبير جدا وجزء هو تحدثون على 2000 ما قالتش ولكن أرقام تتحدث عن 12,000 لغاية النهاردة. يعني حتى الآن الأستاذ أحمد سيف حمد نفسه عضو اللجنة وحتى إسلام لطفي عضو اللجنة وهم صوار ولا أحد يشكك في نزاهتهم، حتى الآن لا يساعدهم أحد في حصر أعداد المعتقلين. الإشكالية كبيرة لغاية النهاردة بعد سنة وداخلين على سنتين من الثورة، ما زال بعض مصابي الثورة لم يحصلوا على مستحقاتهم، ما زال بعض مشهداء الثورة لم يحصلوا على مستحقاتهم. هؤلاء الأشخاص هم من أتوا بمحمد مرسي رئيسا، مع احترامنا للصندوق والانتخابات وكل الكلام اللطيف ده، لكن حق هؤلاء عليه أولى من حقوق كثيرة جدا. أنا الآن يعني ربما الأستاذ إبراهيم كان بيتكلم عن الإفراج عن أعضاء الجماعات الإسلامية، الكثير منهم من حقه أن يفرج عنه، بعضهم سجن بتهم ملفقة، بعضهم انتهت مدة سجنه ولم يتم الإفراج عنه، لكن إزاي نشتغل على الملف ده بالكامل؟ في مئات الآلاف من المصريين سجنوا ظلما من حقهم تعويضات، في عشرات الآلاف من المصريين حتى الآن في السجون، الإخوان المسلمين بعضهم من الإخوان المسلمين يعني، بعضهم من الشيوعيين وبعضهم من اليساريين. أي يعني الإخوان المسلمين أحيانا يقولوا أنهم ظلموا قبل الثورة، كل المصريين ظلموا قبل الثورة، كل القطاعات كل الفئات، ليس الإخوان المسلمين وحده. أنا الآن أتحدث عن رئيس مصري ونحن كلنا كمصريين معلقون في رقبته، لا يمكن أبدا، لا أسمح له أبدا أن يتملص من مسؤوليته، لن أسمح له أبدا أن يعني يتململ من مطالبتنا لي. نحن ننتقده بحق، هو مسؤول عنا ونحن نطالب بأشياء ليست تحتاج كما قال الأستاذ علي إلى عصا موسى، بالعكس الإفراج عن المعتقلين يحتاج قرار، مثلما أصدر قرارا بإلغاء الإعلان المكمل نحن في حاجة إلى قرار بالإفراج عن كل المعتقلين بعد الثورة، بعضهم طيب بعضهم جنائيين وبعضهم مظلومين، تعالوا بعد الإفراج عنهم ندرس لماذا تبقيه في السجن ثم تدرس. طيب نقطة أخرى أستاذ علي، يعني ألا ترى أن خروج هذه المظاهرات للمعارضة للرئيس وأيضا لحزب الحرية والعدالة وجماعة الإخوان المسلمين، ألا ترى أنها ربما تكتسب قوة دفع أكبر في المستقبل بما سيؤثر سلبا على وضع الحرية والعدالة في الانتخابات التشريعية القادمة؟ لا أنا لا أرى ذلك أبدا، بل بالعكس، يعني قوة المظاهرة من قوة إقناع الناس، قوة داعين لهذه المظاهرة في إقناع الناس للنزول، وبالتالي لو لم ينزل الناس للاشتراك في هذه المظاهرة أو بأعداد يعني نراها أعداد جيدة للنزول، فأعتقد أن هذه المظاهرة فشلت، وأنا كنت أرى ذلك أن هي فشلة من قبل ما تبدأ أصلا، يعني لأن الداعين ليها يعني هم أشخاص يعني عليهم مشاكل كثيرة جدا جدا، يعني لو عدينا يعني عدة المشاكل اللي عليهم فهتلاقي كلام كثير جدا، يا لا هم 500,000 ولا في حد مشي 150 كيلو ولا الكلام ده كله، كل هذا الكلام يعني انا اسف ان اقول الصورة لا تكذب عموما، يعني كانت امام 300 يعني ما مش 300 1500 لا 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 السخرية بتفكرني والله مش سخرية، والله بتفكرني بالحزب الوطني
لما كان بيطلع ايه الراجل حزب الوطن طيب. قاعد يقول له مبارك مش بيدفع. بص صوره من الحزب الوطني الديمقراطي قاعده جنبي، صوره من الحزب الوطني. اكبر تقدير ايضا وصلتني معلومه اخرى ان النائب محمد ابو حامد صرح لموقع صحيفه البديل ان عدد المتظاهرين وصل الى 3 ملايين متظاهر. ده دي جديده، عدد كان اقل من 10. لا دي جديده ومش ما فيهاش سخريه يعني، ما اقدرش يعني كل الكاميرات بحد اقصى. انت حضرتك بتقول قد ايه؟ اقل من 10000 يعني. ده بحد اقصى، انا بقول لك دول لا يتعدوا ال 2000 واحد يا جماعه. بلاش الكلام ده، بداوا ب 300. انا بقول لك اهو يا سيدي، انا موجود. بداوا ب 300 على المنصه وب 300 يا جماعه. اقرا اليوم من اوله، اقرا اليوم واتفرج على اليوم من اوله لاخره. طيب ومع ذلك يا سيدي ليك حق التظاهر. انا ما بقولكش لا، بس انا ما بقولكش ما تقولش مليونيه يا جماعه، ما تقولش ثوره يا جماعه. واحنا جايبين الناس اللي اتباهى بيها يا جماعه. مع احترام الشخص، المحله كان فيها ناس، اسكندريه كان فيها ناس، المحله كان فيها اقل من 50 واحد مع حمد الفخراني. اقل من 50 يعني. مع احترامنا لحمد الفخراني، مع احترامنا لمحمد ابو حامد، مع احترامنا لكل الناس اللي طلبت الانتظار، الناس دي كلها محترمين، مؤيدينهم مش مؤيدينهم يا جماعه. دي ناس اتقطع عنها طريق، ومع ذلك الناس جت السويس عشان بيقولوا بانها مش 150. لا، في ناس جايه من السويس ماشيه على اقدام. السويس كانت جنب ظهرها. حضرتك عارف ان في ناس نزلت بسكه معاهم سلاح ابيض وهم جايين في الطريق؟ تعرف المعلومه ديت ولا؟ ناس نزلت بالاستاذ معاه سلاح ابيض، نزلوا من الاتوبيسات. دي معلومه عن سعادتك. هل انت كنت بتراقب الاستاذ وهم جايين بسلاح ابيض؟ ده الكلام، ده الكلام ظهر. ظهر في يعني في ناس دلوقتي يعني نزلوا الاتوبيسات ليه؟ يبقى اكيد الاستاذ طالع بقى في مشاكل. هو عموما مفيش حاجه اسمها مظاهره عشان الميكروفون كده. يا استاذ ابراهيم، مفيش حاجه اسمها مظاهره فشل. في مظاهره او لا مظاهره، في مظاهره حصلت اوكي. طب عشان اكمل حوار يا فندم، العدد موضوع اكمل حوار. احنا مش قاعدين قصاد الكاميرات عشان نتبهق ده انا معايا كام، تمام؟ انا بس عاوز اوضح نقطه عشان قالوا انا سامع دلوقتي حد بيقول فلوس وبلطجيه وفلان. انا هتكلم على اللي يخصني، اقسم بالله العلي العظيم ثلاثه. انا جبت زي عملت زي الاخوه الاخوان عشان افتكرت لما اتقال علينا في التحرير بتوع كنتاكي وحاجات كده، كنت جايب شنطه بلح اللي هي بفضه في رمضان وفرق. ده اللي انا عملته، ده الكنتاكي بتاعي. تمام، شنطه، وكنت جايب برميل ابو 50 جنيه، كنت بملاه ميه من البنزيمه واحط له تلج ابو 6 جنيه. ده اللي انا قدرت اعمله على قدي، على قد امكانياتي. طيب. لكن انا عاوز اقوله، ارجوكم احنا بنتقطع بنموت. يا ريت قعدتنا دي وقعدت كل الاعداد مش نطلع نبقى بكاميرات عشان تعمل اعلان، مش نقطع في الناس اللي مطحونه في العشوائيات يا جماعه. محدش لحد دلوقتي محدش يتكلم على الناس اللي نايمه في التراب بقى لها 100 سنه، محدش يتكلم على الناس اللي اتشفت مجاري، محدش يتكلم على واحد. هل يمكن الاستاذ علي ان يكمل الاجابه لاني سالته اذا كانت مثل هذه المظاهرات وغيرها وربما تكون هناك مظاهرات اكبر حجما، وعلى فكره حتى لو كان العدد عده الاف فهي مظاهره جديره بالنظر اليها واحترامها ومعرفه اهدافها. نحن خلينا اوضح نحن لا نسفه ابدا من خروج كل الامور اللي بتتم في معارضتنا، ناخذها في الاعتبار وندرس هذه الطلبات يعني بنقف عند كل حاجه بتبقى ضدنا. وبالتالي من الطبيعي جدا ان اي حزب سياسي وصل للحكم، كان رئيسه بقى رئيس الجمهوريه شارك في الحكومه، لمعارضين من الطبيعي جدا. اي حكومه في معارضه، ناس في صف الحكومه داعمه ليها وبتدعمها وبتدعم قرارات الرئيس، وناس تانية في صف المعارضه. ولكن كيفيه المعارضه تختلف من 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 يعني من اسلوب لاخر. انت تعود لما تحدثنا فيه، ولكن انا اقول تاثير هذه المظاهرات على انا جاوبت على السؤال ده. لا اعتقد ان هذه المظاهرات ابدا لن تؤثر في مسار حزب الحريه والعداله ولا في شعبيه جماعه الخمسين ولا في الانتخابات القادمه. انا اعتقد ان شاء الله باذن الله في الانتخابات القادمه سوف ناخذ اكثر في النسبه اللي احنا خدناها في الانتخابات الشعبيه. هل توافق على هذا الكلام؟ اكيد لا. يعني الرهان الان مش على جماعه الاخوان المسلمين، الرهان الان على المعارضه. مش معارضه الاخوان، عندنا تيارات كتير مدنيه معارضه في الشارع. هل التيارات دي قادره على تنظيم نفسها لمواجهه حزب الحرية والعدالة كحزب قوي؟ حتى الآن لا. حتى الآن بوضوح شديد كلهم ضعفاء، كلهم غير منظمين، كلهم يكرهون البعض، بعضهم البعض. الإشكالية دلوقتي إذا كان الحزبين الإسلاميين الكبار الموجودين على الساحة، الحرية والعدالة والنور، بدأوا ينافسوا بعضهم. الحزبين الإسلاميين نفسهم بدأوا ينافسوا بعضهم. فين التيار الثالث اللي بنسمع عنه من سنة تقريباً؟
طيب اذا في ضوء زي الدستور وزي استاذ سلامه في ضوء ما قيل من ان من صوت للدكتور مرسي صوت له هربا من الفريق شفيق، ومن صوت للفريق شفيق صوت له هربا من الدكتور مرسي، الا يمكن ان يحدث مثل هذا السيناريو في الانتخابات البرلمانيه وهربا من الاخوان ربما يختار الناس اي مرشحين اخرين؟ يعني خلينا نتفق على انه الانتخابات البرلمانيه مختلفه تماما عن الانتخابات الرئاسيه، الوضع مختلف بالكليه. الانتخابات البرلمانيه تعتمد على عائلات وقبائل واتفاقات ومصالح على الارض. الانتخابات الرئاسيه تعتمد على مال، اولا مال ثم سياسه. لكن في انتخابات البرلمان انا ارشح نفسي في دائره ريفيه او في الصعيد، هل عائلتي او قبيلتي او اخواني او اقاربي اقوياء ليؤثروا على المجموع المحيط في الدائره؟ هو ده اللي بينجح. الاخوان مسيطرين على مناطق كامله فيما يخص الانتخابات البرلمانيه، اظن انهم هياخدوها يعني مرتاحين. الاشكاليه في المناطق التي لا يسيطر عليها الاخوان، ودي يعني ربما هي مش قليله، لكنها ايضا ربما تؤدي الى برلمان اكثر توازنا من البرلمان السابق. اظن ان البرلمان القادم اللي لسه احنا مش عارفين امتى، لانه ما زلنا منتظرين بينك وبينه اشهر قليله، اظننا على وشك ان نحدد موعده عندما ينتهي الدستور، لكن ليس قبل منتصف العام. الدستور بينص ان هو بعد شهرين. ما لسه احنا مش عارفين الدستور امتى اصلا، يعني هينتهي امتى. الدكتور محسوب من ايام كان بيقول في خلال شهر ونص، واظن ان الفتره دي غير كافيه على الاطلاق. لكن احنا بنجهز نفسنا لانتخابات برلمانيه ربما تكون في ابريل او مايو او ربما يونيو من العام القادم. الفتره دي ليست كافيه على الاطلاق للاحزاب الجديده الناشئه لتؤهل نفسها لدخول انتخابات كمعارض قوي لجماعه الاخوان، حزب الحريه والعداله او حزب النور، ربما بعض الاحزاب بعضها وهي قليله جدا، الاحزاب القديمه زي الوفد، ربما حزب المصريين الاحرار بما لديه من خبره محدوده الان او كوادر الان. لكن يبقى الاخوان المسلمون وحزبهم الحريه والعداله هم الفصيل السياسي الاقوى حتى الان. الاشكاليه اللي احنا معرضين ليها كوطن انه ده خطر على المنظومه المجتمعيه للدوله. عندما ينفرد حزب الحريه والعداله بالاغلبيه او الاكثريه سميها ما شئت، دي اشكاليه كبيره فيما يخص السلام الاجتماعي اللي كان الاستاذ ابراهيم بيتكلم عليه. السلام الاجتماعي محتاج طيف واسع من التيارات السياسيه المتعارضه وليس المتشاكسه. الان التيارات تتشاكس ولا تعارض. المعارضه دلوقتي الموجوده حتى اللي موجوده في الشارع بين الحركات نفسها الموجوده في الشارع ليست تنتمي الى المعارضه السياسيه. الان البعض يعني تحس انها خناقات شوارع. الموضوع اصبح اقرب الى عركة فرح. احنا محتاجين قواعد سياسية واضحة، قانون ينظم الخلاف بين الأشخاص. ربما تكون الأيام كفيلة بإرساء بعض القواعد التي يمكن أن تفهم منها هذه القوى كيفية. أنا رأيي أن المجتمع ملتهب ويحتاج الوقت. طيب أستاذ علي، لفت نظري ونظر البعض برغم أنكم تهونون كثيرا من هؤلاء الذين خرجوا اليوم، يعني كان على الجانب الآخر نوع من أنواع التصريحات التي تنم عن فزع من قبل بعض الشخصيات الإخوانية مما يمكن أن يحدث من خراب بخروج هذه المظاهرات. لماذا؟ لا، هو لا في فزع ولا في تهوين بالمظاهرات، لكن كان في تحسب. يعني أنا باخد احتياطاتي. النهاردة كان موجود أعضاء الحزب في المقرات بيمارسوا أنشطتهم بشكل طبيعي جدا، وبكرة كذلك. كمان كان في ميليشيات تحمل المقرات، وده لا بص، كلمة ميليشيات وكلمة تنظيم أعضاء وكلمة أعضاء، يعني بلاش إن إحنا نخش في هذا معقول. من الطبيعي جدا أعضاء الحزب يكونوا موجودين جوه المقرات. من الطبيعي جدا أعضاء الحزب يكونوا موجودين جوه المقرات للدفاع عن للدفاع عن موجودين جوه المقرات. بس لحالي والداخلية خلينا بس جبت منين ترخيص السلاح الآلي ده يا استاذ علي؟ مين انا شفت ناس اعضاء في الحزب جابوا منين السلاح الآلي؟ لا مش يعني حضرتك تبلغ. انا بستاء جدا من الكلام اللي هو ملوش اي دليل وملوش اي كلام. معانا صور يا فندم، معانا صور بسلاح الآلي. قدموا الكلام. لكن احنا كنا موجودين في المقرات النهارده، وبالمناسبه حصل اعتداء النهارده في المقر، حصل محاوله اقتحام لمقر حزب الحريه، الامانه العامه لحزب الحريه العداله بالجيزه.
في الساعة 3:30 الفجر حد حاول يقتحم المقر وكان الساعة موجود بقيت جوه وقع ازازة مولوتوف ونزل تاني جري من الشباك وحررنا محضر 6273 سنة 2012 قسم إدارة الجيزة وحصل أيضا اعتداء على مقر حزب الحرية على العدالة وتم إطلاق النار على مقر في المحلة. يعني من الطبيعي أن أعضاء الحزب موجودين جوه أعضاء الحزب وأعضاء الجماعة موجودين جوه أعضاء جوه مقرات الجماعة بيمارسوا أنشطتهم بشكل طبيعي. يوم الجمعة اللي بيبقى يوم مكثف في النشاط ويوم السبت اللي هو يوم عمل عادي الموظفين بيروحوا وشغالين. أبلغنا طبعا الداخلية بالكلام اللي وصل لنا والكلام اللي كان ظاهر على وسائل الإعلام بمحاصرة مقرات حزب الحرية وعدالة وكل كهذا كلام، والداخلية بالفعل تحركت لتأمين بعض المقرات الرئيسية للحزب في المحافظات. لكن يعني لا هو تهويل على ولا فزع ولا هذا كلام ولا هو تهوين من هذا كلام. أنا بقول لحضرتك يعني نحن نحترم كل الآراء حتى لو آراء بتخالف آراءنا وضدنا دايما طول الوقت ولا نسفه منها، ولكن علينا أن احنا يكون في هناك حراك سياسي يعني 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 عايزين نتنافس تنافس سياسي محترم، تنافس سياسي ليس به أي يعني تخوين ولا بزاءة بالكلام ولا شتيمة ولا اتهامات بالإخوانة ولا كل الكلام اللي بنسمعه. والقوة السياسية الأخرى تطالب جماعة الإخوان المسلمين بذلك. أرد لنا أقول أنا كمان بطالب. إيه اللي صدر؟ إيه اللي صدر من جماعة الإخوان المسلمين؟ أنا دلوقتي معارض يبقى أنا خايف. انا دلوقتي بقول لك مين اللي قالك كده؟ لا يعني في كل انا من ساعه ما قعدت وانا قلت لك انت خاين. لا بص يا استاذ علي، ولا انت اللي عملت قول لنا انت احنا اللي خرج النهارده ناس شرفاء واللي تختزل انت شريف وانت كمان شريف. طب خلاص ما تختزلش بقى، ما تقولش ان اللي خرج النهارده ما تقولش ان ال 500000 اللي خرجوا النهارده ناس شرفاء. لما انت الناس من عندك تهدر دمي وتقول لك حلالك. مين اللي اهدر دمك؟ هم الشيوخ اللي كانت على التلفزيونات دي كانت شيوخ كده كانت جايه تايواني. مين دول؟ دي اسكاليه تانية. يا فندم نعم نرفض طبعا كل الكلام ده، نرفض كل الكلام ده. ما شفناه على التلفزيون. هو اي واحد مربي دقنه يبقى اخوان؟ اسالك سؤال يا فندم مع احترامي الشخصي، الرئيس محمد مرسي قدم بلاغ علشان في قناه الفرعيه وفي قناه الدستور ما حصلش. لا يعني الرئاسه وزير الاعلام وبعتها للقرش اتقفلوا. مواطن لما نتهم مواطنه مصريه بالزنا ونقولها على قناه الحافظ قناه دينيه، كم واحد اعتلاك يا استاذه الهام؟ مش عارف ايه. لا تم تقديم بعيد عن هذه النقاط بنرفض كل هذا الكلام. لا يا سيدي اغلق هذه القناه ليه؟ احنا مالنا يا سيدي؟ لا انا مسكيها في اغلاق. ليه الازدواجيه دي يا جماعه؟ عيب احنا بنتكلم لابد احنا. استاذ ابراهيم الله يخليك، يعني خلينا نتكلم في كلام واضح كلام سياسي مش كلام. طيب يعني ايه يعني استاذ ابراهيم مش قاعدين قاعده. استاذ علي الم يكن حريا بحزب الحريه والعداله وجماعه الاخوان المسلمين عندما صدرت هذه الدعوات من بعض الشخصيات الدينيه التي ربما لا تكون منتميه تماما الى جماعه الاخوان المسلمين ان يتبرأوا بسرعه؟ اصدرنا تصريحات فورا وقلنا لم يكن فورا. قلنا بعد هذا الكلام قلنا احنا بنرفض كل هذا الكلام. يعني انا واحد خارج ضدي تصدر فتوى ان انت تقتله؟ طب قول لي التصريح. مين العالم؟ قول لي التصريح ده في اي يوم؟ قول لي في اي، قول لي هات لي التصريح ده. مين اللي قاله؟ كل قيادات الحزب. لا قول لي واحد بس. ارجع انت بقى، ارجع انت يا فندم. بتقول اخرجنا تصريحات حزب الحريه والعداله او جماعه الاخوان المسلمين على جوجل؟ انت قلت لي بص يا فندم، ابص الاقي الدكتور عصام والرئيس محمد مرسي سيفعل هذا. محمد البنتاج لقد قد. محدش بيتكلم باسم الرئيس غير مؤسسه الرئاسه يا فندم بعد احترامي الشخصي. موجود ده 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 كل يوم بنشوف على صفحه. ربما يعني كان هذا في البدايه قبل تعيين متحدث رسمي. يعني انا ما بكذبش. الحاجه الثانيه كان نفسي متحدث رسمي من حزب الحريه والعداله يطلع جميل كده محترم وكلكم محترمين عشان ما تحولش كلامي، يقول احنا نرفض رفض كلام تمام اللي قاله بدر عبد الله واللي قاله مش عارف اهدار دمنا واللي قاله الشيخ المحلاوي ان مش عارف ايه واللي قاله كل الشيوخ. يا فندم كل دولات مش اخوان ولا واحد في من اللي انت بتتكلم عنه يا فندم. مفيش جماعه ولا حد خرج على كلهم خارجين من رحم انا مالي يا سيدي؟ يعني كلهم من سنه 28. بقول لك اذا كان تنظيم القاعده كان خارج من رحم الاخوان او انت بتكلمه واحد مثلا نام. هو انتوا النهارده وانتوا واقفين لو واحد خرج من عندكم ورمى ازازه مولوتوف على قصر الرئاسه هنقول ان انتوا كلكم اللي رميتوا ولا نفس الجمله من سنه 28 لما حد فيكم يعمل يقول هو كلنا وحشين يا راجل واحد كان وحش وطلع بقى نفس القصه ان النظام السابق كان كله فاسد. يبقى كل اللي كان حوالين النظام فاسدين. انا بتكلم على بمعنى حاجه واحده بس، فتح صفحه جديده
ننسى الفتره اللي فاتت، نتكلم في فتره وانت انسى طيب برضه الفتره اللي فاتت. ألا انت بتعد يا فندم، انسى ان يكون ذلك من الطرفين. انا واقف انا اهو ساعدتك حاجه. انا نفسي انا معلش خليني انت على فكره النهارده تقريبا القعده كانت قعدتك يعني ما كلمناش ما هو لا عمل المظاهرات هو بيعمل مظاهره هنا في انا عايز اقول جمله واحده بس، انا عندي استعداد دلوقتي اطلع مع الاستاذ علي والاستاذ سلامه، لو جابوا لي قرار اللي احنا نطلع على الناس اللي عايشه في التراب نعمل لها عيشه سعيده. حضرتك ليه ما رحتش النهارده تطالب بان الناس اللي التراب بدل ما تطالب باسقاط مرسي يا فندم؟ لا انا لم لا يا فندم بالتوضيح، انا ما عنديش الجفاء ولا القدره ان اطالب باسقاط مرسي، ولا وانا مش محسوب على احد ولا مع احد. حضرتك طالبت بالغاء الاعلان باعاده الاعلان المكمل ده كان اولى منه الدستور المكمل ده كان اولى هو منه قمة الناس اللي في التراب، قمه الرجوع للنظام السابق. يا فندم انا لو على راس مؤسسه الرئاسه او في ايد السلطه او انا مستعد ان انا او تديني الصلاحيات اقسم لك بالله لا طلع بتوع التراب اسكنهم في شقق دلوقتي. طيب ما طالب يا فندم، انا بقول لك عاوز يتحدث معايا، عاوز يقول لي ده مشروع النظافه فشل. كنت واقف قدام القصر، كنت واقف قدام القصر كل القنوات مسلطه يا فندم بعد اذنك. طلاق انا اهو من قصاد قناه وبطالب، انا بقول لك انا بطالب في البيت يا جماعه يا كاميرات. طيب انا بطالب الرئيس محمد مرسي بتنظيم الطرف دي تبقى للميتين مش طيب للعشيش. استاذ بعد اذنك استاذ ابراهيم، انت تحدثت عن مظاهرات استاذ ابراهيم، تحدثت عن مظاهرات قادمه الشهر القادم، هل تعتقد انه سيكون يعني حظها اوفر من مظاهرات اليوم؟ بص يا فندم انا ما اتحدثتش على المظاهرات اللي اتحدث عليها الاستاذ حمدي الفخراني، وانا مش هسيب شغل عشان كل ما اطلع في مظاهره. انا طالع علشان اتكلم على السلام الاجتماعي. انا معايا زمايلي في الشغل مش عارف حاسين كده ان ايه ان في فجوه. لا انا عاوز اقول يا جماعه انا طالب عشان اقول محمد مرسي رئيسي، بس في حاجه تانية انا بطالب ان احنا نبقى شعب واحد، اللي احنا ان محمد مرسي رئيس المصريين مش رئيس حزب الحريه والعداله. بتكلم ان دلوقتي اي واحد يتكلم اي واحد يتكلم يبقى كافر، يبقى مش عارف ايه ده خلافه اسلاميه، ده على فكره مش عارفين هنعمل ايه، ده بكره هتقطع رقبيكم. طب ليه؟ طيب استاذ علي، هل انتم مقتنعون في حزب الحريه والعداله خاصه قطاع الشباب في الحزب ان حزب الحريه والعداله وايضا جماعه الاخوان المسلمين ربما تخسر كثيرا اذا لم تبادر بالاقتراب الى كل هذه الجماعات حتى لو كانت جماعات صغيره للغايه؟ ما هو يعني انا نفسي الاستاذ ابراهيم يفهم الكلام اللي احنا بنقوله بكل وضوح وبكل صراحه، ما يتقالش كلام مرسل من الكلام اللي حضرتك بيقوله، كله كلام مرسل يعني ليس له اي دليل، ويعني انا مش قادر افهم يعني مش عارف ارد على اللي احنا لكن خلينا نقول ان الاخوان المسلمين وحزب الحريه والعداله الان اعتقد ان التقارب ما بين القوى السياسيه والقوى الثوريه اكثر بكثير جدا من الفتره الماضيه. نقطه التجمع اعتقد ان هذه العلاقه التي تتحدث عنها بين هذه القوى السياسيه والرئيس محمد مرسي وليس حزب الحريه والعداله مع حزب الحريه والعداله يعني انا يعني انا مش حابب ان انا اقول حاجات زي كده، لكن مائده حزب الحريه والعداله بين القوى السياسيه والثوريه كانت تجمع ما بين القوى المعارضه لبعضها البعض، لكن حزب الحريه والعداله جمع هذه القوى وتحدثنا فيما بيننا منذ اكثر من فتره طويله هل جدا. هل هناك خطه للتقريب بين حزب الحريه والعداله والجماعات الاخرى حتى لصالح حزب الحريه والعداله والجماعه؟ انا بقول لحضرتك احنا دلوقتي مش مختلفين مع حد، في اللي مختلف معانا بيجي بنقعد مع بعض وبنتكلم مع بعض على مائده واحده طالما ما اختلاف سياسي والفكر يواجه الا بالفكر والكلام يعني الكلام السياسي المحترم بنتكلم وبيكون في تواصل. طيب اسمح لي اقول لك ان كان هناك مشهد يعني كان من اكبر المشاهد اللي كانت تؤيد وبقوه واللي كانت احد عوامل نجاح الدكتور محمد مرسي هو مشهد فيرمونت اللي خرج دكتور يعني جميع السياسيين من التيارات السياسيه المختلفه من اقصى اليمين الى اقصى اليسار وراء الدكتور محمد مرسي واتلوا الاجتماع اتلوا البيان ومنذ هذا اليوم كان اجتماع كان تاسيس للجبهه الوطنيه. لكن جماعه الاخوان المسلمين وحزب الحريه والعداله اكثر الان قربا بكثير جدا من القوى السياسيه والثوريه وهناك تفاعل وهناك حوارات دائمه. طيب استاذ سلامه، ما الذي السؤال الاخير للاستاذ سلامه، ما الذي يجب على حزب الحريه والعداله وجماعه الاخوان المسلمين عمله حتى على الاقل يكون في صالحها شعبيا
وعلى المدى الطويل. انا نفسي اتفق مع علي في كل اللي قاله، بس الحقيقه في تناقضات واضحه وصريحه يعني يرتكبها حزب الحريه والعداله. يعني حزب الحريه والعداله بيتكلم علي عن اجتماع فيرمونت اللي كان قبل نجاح الرئيس محمد مرسي، وكان واضح وبشكل صريح كل اللي كانوا موجودين، معظم اللي كانوا موجودين في خلفيه الصوره كانوا مؤيدين لمرسي لانهم يرفضون شفيق. بعضهم كان مؤيدا لمرسي بالتاكيد، لكن معظمهم كان رافض لشفيق. معظمهم، معظم المجموعه، وانا اعرف بعضهم، وانا اعرف بعضهم شخصيا، معظم هذه المجموعه التي كانت في الصوره تؤكد الان ان الرئيس الجبهه الوطنيه التي شكلت في هذا اليوم لم تجتمع ابدا مع الرئيس حتى الان. ده اجتمعت بعد شهر ونص، اجتمعت في قصر الرئاسه والدكتور محمد مرسي من اسبوع تقريبا. طيب اجتمعت بس هي مره واحده، لكن زي. الاشكاليه الاكبر اللي وقع فيها حزب الحريه والعداله بعيدا عن جماعه الاخوان المسلمين هي المطرودين من حزب الحريه والعداله والمطرودين من جماعه الاخوان المسلمين، ومعظمهم من شباب جماعه الاخوان المسلمين اللي اعترضوا بشكل واضح وصريح ايام الثوره الاولى على ممارسات جماعه الاخوان المسلمين، واللي لغايه النهارده الجماعه والحزب مش قادر يستقطبهم مجددا، مش قادر يتصالح معاهم مجددا. هل تعتقد ان هذا القطاع، قطاع الشباب من الاخوان، هل يعني يبنى عليه امل الان لتجديد الامل الوحيد الجماعة في الدوله المصريه على الشباب في جماعه الاخوان المسلمين وفي غير جماعه الاخوان المسلمين؟ طيب. اذا كان عواجيز جماعه الاخوان المسلمين، واللفظ غير مهين على الاطلاق، يرمز الى السن فقط، اذا كان عواجيز جماعه الاخوان المسلمين غير قادرين على التواصل مع شباب جماعه الاخوان المسلمين، فهم بالتأكيد، بكل تأكيد، غير قادرين على التواصل مع باقي المصريين. شكرا جزيلا للأستاذ سلام عبد الحميد الكاتب الصحفي. أشكر أيضا الأستاذ علي خفاجي أمين شباب حزب الحرية والعدالة، والأستاذ إبراهيم السعيد أحد منظمي مظاهرات المنصة اليوم. في 15 ثانية، مصر لن تقسم، مصر لن تقسم. هقول جملة قلتها قبل كده على الجزيرة، لو اتخانقنا الظهر، ما انت قلتها خلاص على الجزيرة. لا، لو اتخانقنا الظهر هنتصالح العصر، لو اتخانقنا المغرب هنتصالح العشاء، لو اتخانقنا الفجر حب الوطن هيصالحنا. طيب، هذا هو المطلوب. شكرا لكل من تابعنا في هذا النقاش، والى اللقاء.